بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ومن جديد. أستاذ الأهلي النهاردة هيكون معانا في الفقرة الثانية ضيوفنا الكبار كابتن مصر النادي الأهلي كابتن فوزي سكوتي، وأيضا كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن شريف عبد الفضيل، وهنحلل مع حضراتكم كل ما جاء في الجولة الـ 32 من الدوري الممتاز وما جاء من نتائج وإحصائيات وأهداف. في البدايه حابب اتكلم مع حضراتكم على شيء مهم جدا. النادي الاهلي بيستعد لبتروجيت في الاسبوع 33 المقبل، يوم الاحد المقبل باذن الله، والكابتن حسام البدري وكتيبه الجهاز الفني واللاعبين بيبدوا استعداداتهم. بكره ان شاء الله هيكون في تمرين في تمام الساعه 11 عشان استعدادا لهذا اللقاء. صراحه كابتن حسام البدري هذا الموسم كنت اتكلمت مع حضراتكم في الحلقة الماضية ان كابتن حسام بدري ما يقدمه في هذا الموسم يستحق الدراسة، انه صراحة مسك مشروع مهم جدا ابتدى ياخد فيه خطوات ويعمل فيه حاجات بالنسبة لكرة القدم المصرية تستحق الدراسة. وكنت اتكلمت مع حضراتكم ازاي يعمل توازن في طريقة الأداء، ازاي يعمل هوية للفريق، البالانس وطريقة الكومباك في الترابط ما بين الخطوط والفوز على كل المنافسين و الى ذلك. وفي حاجة من الحاجات المهمة جدا وهو تطوير اللاعبين، يعني ازاي اطور لاعب ويصل الى معايا الى درجة مهمة جدا من التوهج. يعني ايه لاعب بيتوهج وفجأة بيبقى معايا باخد منه اعلى مستوى ممكن. كابتن حسام البدري منذ قدومه صراحة في النادي الاهلي وعليه انتقاد شديد جدا وغير مبرر. يعني السنه اللي فاتت كان بطل دوري وكاس وسوبر، وكان في بعض الاقاويل بتقول لك ان في مدربين اخرين هم الافضل في مصر، ودي حاجه ما بتلاقيهاش الا في مصر بس، يعني في كل حته في العالم الراجل اللي بياخد دوري بياخد كاس بياخد كاس سوبر بيبقى باين جدا وواضح ان هو الافضل، خاصه ان هو فايز على كل منافسيه، ده غير ان هو حقق الانتصار بالبطولات، فكل هذه الامور بتدي لك ان هو الافضل. كابتن حسام البدري في مشروعه مع النادي الاهلي طور العديد من اللعيبه، واحد زي وليد ازارو منذ قدومه النادي الاهلي، جونيور اجاييه، معلول، ثلاثه دول منذ قدومهم النادي الاهلي وعليهم سهام انتقاد كبيره جدا، حتى كوليبالي. وليد ازارو منذ قدومه الناس كلها بتتكلم ازاي لعيب يجي بكل هذا المقابل المادي، وبعدين لما ابتدى يلعب باين جدا للفنيين في كره القدم ان وليد ازارو فرود مختلف، مختلف في السرعات، مختلف في طريقه التحرك، وعنده حلول لطريقه اللعب. كابتن حسام البدري عنده طريقه وفلسفه مختلفه. فطريقه لعب النادي الاهلي محتاجه لاعب بمواصفات ازارو، فهو اداله هذه الفرصه وكان عليه انتقاد شديد جدا. وفجاه تحول كل هذه الامور، نفس الشيء بيفكرني بجراديولا لما جاب لاعب اسمه ليروي ساني، كان جاي من نادي شالكا، واحد من المواهب الكبيره جدا في المانيا، واول سيزون ليه مع فريق مانشستر سيتي حتى كان بيديله واحده جرعات، والانتقادات على جراديولا مفيش، يعني خب بقى تك ليه على طول، ازاي اللعيب دوت وانت مدرب فاشل والدوري الالماني دوري بينتهي بسرعه. وبعدين هذا الموسم لرويس ساني واحد من افضل المواهب اللي في العالم، وده بيبين لك ان النادي الاهلي وكابتن حسام البدري دايما عنده الصبر. ادي لرويس ساني كنت بنجيب لحضراتكم ازارو، وادي لرويس ساني نجم نادي مانشستر سيتي، واحد من المواهب اللي السيزون اللي فات ما كانش بالتوهج انك ازاي يعمل ادابتيشن، ازاي يقدر يتاقلم مع طريقه اللعب الجديده واسلوب اداء ودوله اخرى، انجلترا غير المانيا وكل هذه الامور، ولكن الاحتراف بيمشي بمشروع معين، وده اللي بيعمله الكابتن حسام البدري. فتلاقي الناس اللي كانت بتنتقد جراديولا دلوقتي بتشيد بجراديولا وبالروي ساني، لان واحد حصل على بطوله الدوري الانجليزي وحصل نفس الشيء الموضوع من بدري جدا، بطوله الدوري الانجليزي محسومه منذ البدايات وده ما حصلش، يمكن جراديولا الوحيد اللي عمل لنا هذا الامر. نفس الشيء مع كابتن حسام بدري، كابتن حسام بدري بيحسم بطوله الدوري المصري من بدايتها و من اول الدور الثاني، وكابتن حسام البدري منفرد بالصداره وبعيدا في الاداء. نفس الشيء انا بقارن نفس ما يحدث في انجلترا مع جراديولا وطريقه الاداء الجماعيه والترابط ما بين الخطوط والكره الجميله، وانك تجيب بطوله دوري وانت بتكسب بكره حلوه، دي صعبه جدا في كره القدم، لان في مدربين بيلعب على النقاط فقط. وكنت قلت لحضراتكم قبل كده ان الكابتن حسام البدري بيعمل التوازن البالانس، ان انا بلعب على ان انا اكسب وفي نفس الوقت بديك متعه، دي كره جماعيه، بدي كره جميله مش موجوده الا في النادي الاهلي، احلى كره في افريقيا واحلى كره في مصر. وليد ازارو
وسهام الانتقاد الكبيرة جدا، وطريقة تعامل الكابتن حسام البدري معاه، طريقة على فكرة وليد أزارو لما كان في المغرب في الفريق الحسني الجديدي لم يكن بهذا الأداء، تم تطويره جدا جدا جدا، لأن في كرة القدم في يعني نوعين من المدربين، مدرب بيحب القماشة الجاهزة وده موجود منه كتير، وهو ماسك الفريق الفلاني زي ما هو ماسك الفريق العلاني مفيش أي فرق، طريقة اللعب واحدة، دفاع وكور طويلة، فما تلاقيش اللعيبة فيها تطوير. لكن ما الاقي لعيب زي وليد ازارو يتطور، الاقي لعيب زي جونيور اجاهي يتطور، الاقي لعيب زي ايمن اشرف يتطور، لعيب زي محمد هاني يتطور، كل هذه الامور تحطك ان الجهاز الفني في النادي الاهلي والكابتن حسام البدري لا مختلف تماما. بنبتدي نتذكر معاه طريقه الكابتن محمود الجوهري اللي بيطور اللاعبين، ومعايا طبعا اتنين من نجومنا الكبار هتحدث معاهم في هذا الامر، ازاي انا كمدرب اطور امكانيات اللعيب، مش اللعيب وهو معايا زي ما هو مش موجود معايا، لا هتلاقوا لو بصيتوا على كل، حتى عمرو السوليه مع كابتن حسام البدري مختلف عما كان عمرو السوليه من قبل الكابتن حسام البدري، كل الخطوط اللي موجوده في النادي الاهلي مختلفه، وده المدرب اللي بيسعى دائما للتطوير، اللي عنده بلاننج، اللي عنده خطه الى الامام، وده اللي احنا بنقول ان برضو سادة الزملاء كانوا بينتقدوا وليد أزارو انتقاد شديد، وجونيور أجاي من قبله، وكوليبالي انتقاد سريع، وده الفرق ما بين المختص، ان ما يكون جهاز فني عنده رؤية وعنده ثبات وما بيتأثرش، لا ينظر إلا للشغل والفلسفة اللي هو مقتنع بيها واللي هو قدر يحققها، انك ازاي تحقق كل هذه التوازنات مع فريق بينافس على دوري وعلى كاس وعلى بطولة أفريقيا، السنة دي أنا قلت لحضراتكم موسم استثنائي، يعني أنت بتلاعب منافسينك وبتلاعب في نفس الوقت إن أنت كل ثلاث أيام بتلعب مباراة، ضغط مباريات رهيب 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 رهيب، إنك إزاي تعمل استشفاء لكل هذه اللعيبة والتدوير والطرق دي كلها، وأيضا تطوير اللاعبين، دي حاجة من الحاجات اللي لازم نحط عليها الضوء ونلقى عليها الضوء، إن إزاي الكابتن حسام البدري حول دلوقتي كل المنتقدين الى ناس بتشيد، ازاي الكابتن حسام البدري بيصل الى هذا القدر، وعلى الرغم ان الكابتن حسام البدري النادي الاهلي حينما تعادل مع طنطا وحينما كان في هزيمه امام مصر المقصه ايضا سهام الانتقاد كانت صعبه، على الرغم ان الراجل على مدار الموسم اللي فات وهذا الموسم طريقه اداءه واضحه، ولكن العقوبات والصعوبات كانت باينه، ان المشاكل اللي بتواجهه كانت كلها في الاجهاد وليست قوه المنافسين. النادي الاهلي بيدرس المنافس كويس جدا، بيديله مساحته، وكل هذه الامور بتصير في ان النادي الاهلي ما شاء الله ماشي في طريقه المفضل، الدوري رقم 40، ارقام كبيره جدا، وليد ازارو دلوقتي بيصل ل 18 هدف، اكثر لاعب اجنبي في تاريخ الدوري المصري احرز اهداف. يعني انت بتتكلم في الدوري المصري مثلا في النادي الاهلي كان في احمد فيليكس، كان في اللاعب فلافيو، كان في نجوم كبار نجوم كبار، النادي الاسماعيلي كان عنده اوتاكا، نادي الزمالك كان عنده ايمانويل امونيكي من قبل، وكان عنده كوارشي، كل الهدافين اللي موجودين، كان في لعيب برضه فيرود جامد جدا كان اسمه بوبا منسوا كان هداف، عندك جون انتوي، لكن وليد ازارو اللي النادي الاهلي كابتن حسام البدري اصر عليه وجون انتوي انتقل الى مصر المقاصه، باين فارق التهديف ما بينه وما بين اي حد، لانه في المقام الاول بينجح له طريقه لعبه، في نفس الوقت عنده الصبر وعنده الرؤيه الى الامام، اللاعب ده هيعمل لي ايه في المستقبل. كمل مع حضراتكم اخبار التمرين النهارده، نجم الفريق طبعا كابتن حسام عاشور بيكمل تمريناته في الجيم على هامش المران لان عنده شكوى من البرد، ان شاء الله حسام عاشور يكون جاهز في الفتره المقبله. عندنا عمرو السوليه وميدو جابر لاعب الفريق ايضا هم كمان دخلوا في التدريب، كان ميدو جابر يعتذر عن تمرين الامس لظروف اسريه ولازم نبارك لشقيقه لان كان زفاف شقيقه، عمرو السوليه نفس الامر كان اعتذر ولكن النهارده انتظموا في التمرين. محمد نجيب هو الاخر شارك في التدريب
عقب تعافيه من الإصابة نجيب من اللعيبة المهمين جدا 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 في دفاعات النادي الأهلي، وكان محمد نجيب بيشتكي من إجهاد في العضلة الخلفية. أكرم توفيق واحد من اللعيبة أيضا اللي كابتن حسام البدري بيعقد عليهم الكثير من الأمال، ولكن النهارده عنده إصابة وبيغاب عن التمرين، هو وباكا مالامبي الجنوب أفريقي اللي أيضا عنده هو كمان بيعاني من الإصابة. ورامي ربيعه كان بيخضع لجلستين في المانيا عشان برنامجه العلاجي. ورامي من اللعيبه اللي لازم نتكلم على طريقه الصبر اللي موجوده في الجهاز الفني وجهاز الطب للنادي الاهلي لرامي، زي ما حدث مع مروان. كان في ناس كتير برضو بتنتقد ان مروان محسن غايب فتره كبيره جدا، وازاي والصليبي في بعض الامور بياخد 3 ايام، واحد يقول لك اصل الصليبي في الحته الفلانيه اللعيبه في اوروبا بتاخد 3 شهور وبترجع. مروان قعد كتير، مروان قعد ضمن الخطه اللي حطها الدكتور الالماني اللي هو منين؟ اللي هو من اوروبا، واللي قاله الدكتور واللي طبقه الجهاز الفني والطب في النادي الاهلي. وشفنا حاله مروان، اتضح ان الامور لما بتبقى في النطاق العلمي وكره القدم اصبحت علم، ما شاء الله شايفين مروان راجع عامل ازاي، ما حسيناش ان هو كان بعيد. ودي من النقاط اللي بتفرق كتير جدا مع الجهاز الفني والجهاز الطبي، ولازم نشيد بهذا الامر. ونفس الموضوع مش مستعجلين، لان رامي عنده موضوع الاصابه كان متلاحق، فمش مستعجلين عليه في هذا الامر، وان شاء الله يكون في اقرب وقت ممكن في مع النادي الاهلي. عايز انتقل الى امر مهم، لان واحد من لعيبه النادي الاهلي متالق في الدوري السعودي وفي النادي اهلي جده، وهو مؤمن زكريا. ومؤمن زكريا من اللعيبه اللي عندها ميزه كبيره جدا انه بيعرف يجيب جون. مؤمن زكريا ممكن يختفي في بعض الامور وفجاه تلاقيه جايب جون، وجايب جون كويس قوي. مؤمن كان بيلعب دوري ابطال اسيا مع فريق اهلي جده، واحرز هدف جميل اختير في شباك الجزيره الاماراتي في افضل هدف في الجوله السادسه من دوري ابطال اسيا اللي هو الشامبيونز ليج، الايشن شامبيونز ليج، وده ايضا مؤهل لكاس العالم للانديه. وانه كمان يبتدي ان يعني ده يعتبر ماتش دولي بالنسبه لمؤمن زكريا، ويتم اختياره افضل هدف في اسيا. دي حاجه من الحاجات الجميله بتسعدنا، واحد من لعيبه النادي الاهلي ومن ابناء النادي الاهلي اللي ما شاء الله ماشي بشكل منتظم وماشي بشكل جميل. وايضا مؤمن من اللعيبه الاذكياء اللي بتعرف تجيب جون وبتعرف ازاي تكون متواجده كراس حربه تاني. ودي ميزه انه لعيب ذكي، ذكي كرويا، ممكن ما تلاقيهوش في العديد من الامور، ولكن مؤمن زكريا في الماتشات الكبيره دايما بيهدف. يعني في ماتش الاهلي والزمالك مؤمن زكريا لو موجود هيجيب جون. انتوا عارفين يعني خلاص جمهور النادي الاهلي بقى يحفظ من بعض اللعيبه، لو هو موجود مؤمن زكريا في ماتش الاهلي والزمالك هيجيب لي جون. نفس في الماتشات الكبيره، ادي الهدف جاي له خده من مره واحده، فاجئ الجون. التمريره كانت حلوه، كان في ناس كتير ممكن يسند ويستلم وبعد كده يبتدي يفتح لنفسه المساحه يشتغل يعمل 1-2، ولكن هنا حاسه التهديف، يعني دي حاسه اسمها حاسه التهديف. هو هنا مؤمن جابه بالاحساس، من الناحيه الفنيه حطها بشكل حلو جدا وصعب على حارس المرمى. انتوا ممكن تقولوا ان حارس المرمى اتفاجئ، لان الكل متوقع ان مؤمن زكريا، ودي ميزه مؤمن انه بيعمل لك اللي انت مش متوقعه في الحته ديت. تمريره كمان 3-2، اول ما جات له على طول تسديده، وتسديده حلوه وحطها في المكان الصح في المكان البعيد عن حارس المرمى. حارس المرمى ما قدرش حتى ياخد خطوه ويبتدي يطلعها. فبنبارك لمؤمن على هذا الهدف الجميل والاهداف الحاسمه اللي موجوده مع مؤمن زكريا في دوري ابطال اسيا. سريعا قبل ما اطلع فاصل واستقبل ضيوفي، مدرب كبير اسمه ارسن فينجر اللي نقى محمد النني لفريق الارسنال بيعلن ان هذا اخر موسم بالنسبه له مع فريق الارسنال، وانه هيترك الفريق بعد مرحله كبيره جدا. ارسن فينجر كل عشاق الارسنال على قد ما بينتقدوه انه ما بيجيبش بطولات بقاله فتره، ولكن يعني لو بصينا للارسنال ما قبل ارسن فينجر وما بعد ارسن فينجر هتلاقي فيه اختلاف كبير جدا. يعني هذا الرجل حصل على اليوفا كاب مع فريق موناكو، فريق موناكو كان ساعتها من المدربين ده كمان اللي بيعمل تطوير للعيبه، يعني تياري اونري وديفيد تريزيجيه هو اللي مطلعهم معاه في فريق موناكو، وكان مصر انه يجيب تياري اونري في الارسنال، واحد من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ الارسنال ان لم يكن افضلهم، وهداف الارسنال التاريخي.
ولازم نشيد بيه لان الراجل طور كره القدم، خلى فريق الارسنال لما كان فيه دينيس بيركامب ونوانكو كانو واوفر مارس والعديد من النجوم كان بيقدم كره جميله، الناس كلها كانت بتحب في هذه الفتره ان هم يروحوا يتفرجوا على فريق الارسنال بكرته الجميله، واشتهر الارسنال بالكره الجميله في انجلترا ان هو غير فكر الانجليزي، لان في هذه الفتره انجلترا ما كانش عندها لعيبه كره حريفه، فهو جاب لعيبه من بره ولعيبه كلها على اعلى مستوى ويحسب له. والنني هيفضل فاكر هذا الامر كثيرا ان هو جه الارسنال في وجود المدرب الاسطوري لهذا الفريق وهو ارسن فينجر. طبعا بنتمنى بقى للنني التوفيق اللي برضه ابدى امتنانه ويعبر على صفحته في انستجرام على قد ايه كان ممتن لهذا المدرب، لان الارسن فينجر راح وتابع النني كثيرا حينما كان في بازل قبل انتقاله الى فريق الارسنال. اطلع فاصل مع استقبل مع حضراتكم ضيوفنا الكبار كابتن فوزي سكوتي وكابتن شريف عبد الفضيل، واوعى تروح بعيد عشان نادي الاهلي حد. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، استقبل مع حضراتكم ضيوفي الكبار كابتن الكبير كابتن فوزي سكوتي. مساء الخير يا كابتن، نور كابتن محمد، مساء النور ومسا عليك وعلى عائله الاهلي الجميله، ويا رب دايما فوز من فوز لفوز كده ان شاء الله. شريف منورنا طبعا معانا النهارده طبعا. بس الشك ده يا كابتن، ده شكيتك والله، انتوا الاثنين احنا عواجيز، انتوا شباب يا كابتن، ازاي انتوا شباب لسه. خير وبركه يا كابتن. ايضا كابتن شريف عبد الفضيل المدافع المدرن. مساء الخير ابو كابتن. مساء الخير يا محمد، وسعيد بوجودي معاك ومع كابتننا العظيم كابتن شريف. شكرا. لا النهارده هتبقى حلقه ممتعه للغايه. هنبدا مع حضراتكم بلقاء النادي الاهلي ووادي دجله. النادي الاهلي واحده من المباريات اللي لم تكن سهله، وحصل النادي الاهلي على 3 نقاط، وصل لنقطه 82. كابتن فوزي ابدا مع حضرتك، كابتن حسام البدري تغييرات في التشكيل في بعض الامور، احمد حمدي بياخد اللقاء منذ البدايه، ايضا وجود هشام محمد، علي لطفي في حراسه المرمى. كيف يعني من وجهه نظر حضرتك كيف رايت هذا اللقاء من جانب النادي الاهلي؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اتفقنا من الاول ان كابتن حسام البدري بيجهز اللعيبه بتاعته عشان داخل على بطوله افريقيا وداخل على بطوله كاس مصر، فيهمه جدا اللعيبه اللي موجوده عنده. احنا اتفقنا ما فيش اساسي واحتياطي يا شريف، احنا اتفقنا خلاص ما عندناش اساسي واحتياطي في النادي الاهلي، اللي بيلبس الفانيلا بينزل يادي، وفعلا شفنا اللعيبه بتادي، بس بتختلف شويه باللي احنا بنقول ايه، ان المجموعه اللي بتلعب الاساسي الكيان الاساسي بتاع الفريقه لما بيجي يلعبوا الماتشات واخدين على طريقه بعض ولعب بعض بتختلف جدا. فهو الكابتن حسام دلوقتي بيدور على اللي يلعب في المركز بتاع عبد الله سعيد. نعم. مهم جدا، لان في اي فرقه في العالم كله في كره القدم في اللي هو البلاي ميكر اللي بيلعب الفرقه. نعم. ده اللي يعني محتاجينه في النادي الاهلي، وفي موجودين طبعا مع الماتشات، مع كتله الماتشات اللي احنا شفنا هشام محمد لعب مطرح حسام عاشور ولعب جنب السوليه، برده كان في يعني بيأدي وعايز يثبت وجوده وعايز يبقى في الاساسيين او مش الاساسيين في القوام الاساسي بتاع النادي الاهلي اللي يعتمد عليه الكابتن حسام البدري. فدي اساس يعني كابتن حسام لما بيجي يفكر، او احنا لو انا مكانه او شريف مكانه بيفكر في اللعيبه، عنده اللعيبه كلها، بيفكر في الحل. ما هو لا ده مش الحل بقى كمان يا محمد. نعم. هو بيفكر ان عنده اللعيبه دي هستفيد بيها في البطولات الجايه، محتاج. نعم. كل لعيب يعني شفنا بدا بعلي لطفي. نعم. يعني كتير جدا قال لك طب شريف اكرامي، يعني كله توقع ان مثلا شريف يبدا على اساس، فالكابتن حسام برده هو ليه وجهه نظر، الراجل لسه راجع من اصابه فبدا بعلي لطفي، لان علي لطفي بيلعب بياخد ماتشات ولازم ياخد ماتشات. نعم. عشان لو احتاجه لا قدر الله حصل دي فرصه من البدايه ضغط ازاره في اول. نعم. اول يعني ضغط ازاره من اول البدايه بيضغط وبياخد الكوره وبيستخلص وبيدي لميدو جابر. ميدو جابر لعبها حلوه قوي صراحه. نعم. بس حظه يعني ما يعني شوف زعلان جدا انه ما جابش الكوره. ده اللي بقول لك وليد ازاره اللي احنا بنقول ما نختلفش عليه كلنا احنا الثلاثه، ان وليد ازاره وجوده في الفرقه بيفرق جدا. نعم. بيفرق بجد يعني بيفرق بسرعته بتحركاته. بسرعته بتحركاته. نعم. بمجهوده، حتى انا شفت في كره هتشوفها كابتن محمد الشريف كمان هتشوفها. بص يعني هو دي هو ده الهدف. بص السرعه بتاعته. لو اي لعيب تاني كان الكره رايحه للسرد باك خلاص هياخدها ويرجعها للجون وبتاعه ويطلعها بره، راح معاها وسبحان الله يروح اللعيب واقع وهو مكمل بسرعته، فرق جامد جدا السرعه. يعني شوف السرعه بتاعته. بس هنا يا كابتن يعني برضه عايز اخد راي كابتن شريف، واحد من المدافعين الاقوياء، يعني ازاي يا كابتن بص الثلاث لعيبه سايبين ازارو لوحده مع باتريك مالو في مساحه حوالي 50 متر. انت فعلا محمد جبت نقطه مهمه جدا، ويعني التمركز بتاع المدافعين يا كابتن بتاع وادي دجله، يا ريت بس ما يجيبوا لنا بس الهدف من اوله. طبعا هم اللعيب وادي دجله اخر واحده، وعلى فكره ده اكتر تمركز هو صح.
يعني هو الوحيد اللي واقف صح يعني الوحيد هنا في ثلاث يا ريت بس نقف هنا بعد اذنكم هنا في ثلاث لعيبه وازار ومساك محمد ارجع بقى كمان لما كان ماسكه قبل ما يلعبها شريف ثلاثه فين الاولانيين لا بص مين اللي كان ماسكه يا شريف اللي هو اللعيب السرد باك الاول بص سرعه ازارو بقى فين يعني طبعا انقضاء ده مفروض رجعها بس خمسة يعني سنه كمان هنا هنا في كارثه دفاعيه الناس يعني في بعض الناس قالت لك اصل هو الغلط ان المدافع وقع لا هنا الاولويه دايما يا محمد في الكرات دي بتبقى للسترايكر لان هو دايما بيبقى جاي بوشه المدافع دايما بيوقف في ظهره طبعا المدافع لما لقى الكره في ظهره على ما بيعمل يو تيرن ويرجع تاني يبتدي يلف ياخد الستارت بتاعه بتاع السبرنت انا جاي بوشي اوريدي فعندي السرعه القصوى وانا جاي بيها ده غير كمان ان ازاره سريع جدا كمان عنده انقضاض واحنا في كوره شفناها من شويه الازاره مع واحد بس بالظبط لا هو نمره واحد في تمركز خاطئ جدا لاعبي وادي دجله في خط الظهر بالكامل عدم تمركز صحيح على الاطلاق زي ما شفنا كده ده خطا جماعي لا يحاسب عليه المدافع الافريقي لوحده بل خط الظهر بالكامل خط الظهر باكمله انا ده سوري يعني معلش لو اولاد صغيرين ناشئين ما غلطوش الغلطه دي وبعدين مع مين مع واحد معروف يا كابتن ان هو سريع جدا وامتى يا محمد زي ما انت بتقول امتى في اي توقيت ده انت لسه يعني بدايه الماتش لسه اللعيبه واقفه على رجليها بس اقول لك حاجه يعني شفت بقى اللي انا بقول لك عليه يا شريف الانسجام بتاع اجاييه مع وليد ازارو بقى فاهمه عارف سرعته بص اللعيبه منين هو اللعيبه يا كابتن يعني محمد لو يعني في لعيبه الاهلي بقى في سيستم موجود وفي نظام وفي تكتيك مع بعض واللعيبه بقت في جمل بتتعمل يعني طبعا نتيجة برضو انا اسف طبعا هطلب من مخرجنا جون وليد ازارو في نادي الزمالك هو شبيه لهذا الهدف تماما ايوه يعني شبيه جدا معروف ان شوف وليد ازارو في المساحات هيلحقها الاسيست بتاعه بيعمله له فين في ظهر المدافع عارف ان وليد عنده الانقضاض والسرعه المطلوبه وبيقدر ازاي لا في الزمالك انا عايز هدف وده برضو في الزمالك وهنا طبعا سرعته ان هو ضغط وخد القطعه هدف ازارو في الزمالك بعد اذنكم لانه قريب جدا لهدف وادي دجله في حاجات فنيه هنقولها مع طبعا نجومنا الكبار فكابتن فوزي ارجع لحضرتك يعني معروف ان وليد ازارو سريع جدا فوادي دجله يحتاج البقاء في الدوري يعني وادي دجله موقفه صعب للغايه وهو بينافس فريق طنطا وبينافس الرجاء وعنده 30 نقطه مش بعيد قوي ولسه فاضل متبقي حوالي 3 مباريات فان انا اسيب دفاعاتي بهذا الشكل يعني غلطه لا تغتفر صراحه يعني انا فاكر محمد احنا اتكلمنا قبل كده قلنا انا ما بلعب مع الانديه اللي هي قريبه ليا دي مكسبي ليها بستة بونت بيفرق معايا جامد جدا فانا يعني حتى لما كنا قاعدين المره فاتت بنتكلم مع الاهلي وهيلعب الداخليه فانا قلت كان اللي هو عثمان دسوقي كان المشرف على الكوره كان جاي معانا على الهواء فقلت له يعني يا ريت الماتش ده اللعيبه ما تبذلش فيها مجهود جامد قوي عشان الماتش الجاي ده بالنسبه له يكسب في الدوري يريح الدنيا ده هو ماتش طنطا بستة بونت وفعلا يعني هما اللعيبه قدوا قدام النادي الاهلي الشوط الاولاني جامد جدا جه الشوط الثاني طبعا ما قدروش يوقفوا قصاد النادي الاهلي بالنسبه لوادي دجله بقى كمان وادي دجله لما الداخليه لعبت مع وادي دجله وكسب وادي دجله سوري كسب طنطا طنطا برضو محتاجه الفوز 26 نقطه يعني بص يعني بيلعب الداخليه يعني أنا والله يا شريف انا اتفرجت على الماتش ده انا قعدت اتفرج على الماتش ده بركز مع فريق طنطا اكتر من الداخليه يمكن الداخليه مرتاح شويه لكن وطالعين من ماتش النادي الاهلي يعني في هذا اللقاء لقاء وادي دجله والاهلي كابتن طارق العشري نازل عمر السعيد وهلال وحسام عرفات وابراهيم رمضان ادي اهو بنشكر مخرجنا تمريره وليد سليمان لوليد ازارو السرعه اللي عملها له من وليد عايزين نتكلم عليه شويه برضه حمام يعني وليد لا الكره اللي عملها له دي بشماله انا بس عشان اليمين اكلم في نقطه ثانيه يا كابتن انا دايما من بدايه السيزون كان كل النقد رهيب على وليد بص ازارو من هنا بص وليد سليمان عملها من ازاي التحرك بتاع وليد ازارو السرعه هو معتمد على سرعته صح وليه دايما الناس كانت بتهاجم الكابتن حسام بدري انه دايما بيلعب ما هو بيلعبه ليه راجل عنده انقضاض بيعرف ينقض على المدافعين بيغلط المدافعين سترايكر فايتر هيدرز بيعمل طب انت يا شيخ دلوقتي انت ماسك فريق وادي دجله
انت مسؤول، انت المدير الفني بفريق وادي دجله، وان شاء الله ربنا يكرمك ونشوفك في التدريب والحاجات دي ان شاء الله. هتلعب النادي الاهلي، هتعمل ايه مع ازارو؟ ازارو ده لازم يبقى فيه تامين دفاعي، يعني هسيب له المساحه دي، هسيب له المساحه اولا لازم عندي تامين دفاعي كويس. ده انا العب بالليبرو، ارجع العب بالليبرو يا كابتن. لا هنامن يعني لازم يبقى فيه تنظيم دفاعي كويس قوي، محافظ لعيبتي كل واحد، عندي لعيب خطير زي ده موجود وعنده سرعات، بيعرف يتحرك اصلا بالمدافعين، بيعرف يسرقهم في خط في ظهرهم بشكل كويس جدا. يبقى لازم ابقى محفظ اللعيبه بتاعت الديفنس، ازاي لما لعيب بتاعي يبقى مثلا سترايكر هنا موجود، الستوبر الاولاني يبقى في ظهره، الاثنين التانيين يا محمد طبيعي لازم يعملوا كفر تحتيه. ده حقيقي. هنا هنا سابوا ماله، سابوا ماله الثلاثه حمل، لو جبنا جون الثلاثه قبل خط نص الملعب وسايبينه الواحد وماني الواحد ورا. بس هي سرعته الناشئين ما تعملش. بص يا شريف، لو جابها تاني عدناها تاني من الاول خالص، هو السرد باك كان معاه لما قطعها بدماغه من ازارو، كان بره، كان ايه، عدى نص الملعب، لما راحت لاجاي ازارو جري، بقى فرق بينه وبين السرد باك الاولاني بقى هو انفراد. يعني انا بتكلم في حته المدافع ليه حصل له الربكه دي، عدم البالانس، ما عندوش بالانس، مفيش توازن ليه، هو اتفاجئ لوحده. انا دايما المدافع دايما بيبقى عنده حته ازارو، بس انا اخر واحد في الملعب، لو اتقطعت مني انا اوريدي بيبقى عندي سنه ايه، خلاص في اهتزاز سنه او عدم، بيبقى في بالانس مش مظبوط عندي. ليه بقى انا اخر لعيب في الملعب، لو اتقطعت مني هتيجي جول. بص اهي، بص كان السرد باك فين الاولاني، عارف انت الخضه كابتن، مدافع الخضه هو هنا هنا بس. بص كان ماسكه فين بقى، هو ماسكه هنا، يا ريت بس الكره هنا، الكره هنا تقف دلوقتي يا كابتن. وحضرتك كابتن فوزي يعني معلمتنا كلنا كره القدم، انا هنا اهو في هذا التوقيت انا خلاص، يبقى زارو يا هيقف على الكوره يا هيدي اجاي، ما عندوش حل تاني بالظبط، عندوش حل تاني. والباكين فين؟ انا ايه اللي خلاني كمدافع اروح انا اللي قابل اجايه؟ ما هو في اتنين ديفندرين اهم. بص هو رايح عايز يقابل، يروح للكوره كان ازارو بقى خلاص. خلي بالك برضو يعني طبعا هو عدم تمركز المدافعين. بص ثلاثه فين، بص محمد بقول لك عليهم، وبص وليد ازارو بقى فين، يعني هنا ازارو اجايه ضربوا واحد اتنين سبرنت على طول اللي قدام. ها كابتن شريف ضربوا هنا واحد اتنين تلاته اربعه خمسه بتمريره واحده عشان هم طلعوا بدري. طب ما انت دي بقى محمد وشريف، الميزه اللي في النادي الاهلي تلاقي السوليه او حسام عاشور في الحته دي الميزه اللي بيحفظها لهم الكابتن حسام، بيبقى واقف مستني يشوف الكره طلعت، لما تطلع اتحرك. لكن انا عندنا لعيبه بتجري وما تستناش الكره، لما يعني الكره تشوف راحت الكره راحت فين، ده بيجروا الباكين حتى اليمين والشمال طلعوا، والسرد باك طلع وساب الراجل لوحده ورا. طب انا هقول لحضرتك، انا تعمدت ان زمايلنا يجيبوا لنا جون الزمالك. ده جميله جدا. جون الزمالك، لان كمان الاثنين مساكين بتوع الزمالك ما لحقوش ازاروا، هم الاثنين واقفين، فما بالك ده لوحده. يعني ومين المساكين مع كان علاء او الونش وعلي جبر، ما لحقوش ازاروا. فهنا كانت صراحه يعني حاجه، ادي اهو مخرجنا ادي الاثنين مش هيلحقوه، مفيش خلاص، هو خلاص المساحه. الانفضاض عنده رهيبه جدا، وعنده كمان اختيار البوزيشن بتاعه رهيب. طب في سؤال هنا يا كابتن شريف، هل الحل الوحيد ان انا كنت اطلعه اوف سايد انا كاخر مدافع؟ لا انت لا تكمل معاه كوره، مع سرعه الكوره مش هينفع، لازم تكمل معاه، ترجع ما تقابلوش خالص. الكوره دي انا واحد ضد واحد، ما قابلش، ما بيعش نفسي دايما، انا واخد وضع الاستعداد. لعيب الكوره عامه انا لما بيبقى جاي عليا سترايكر بيلعب برجلي اليمين دايما، يبقى بوقف هتقفله رجلي اليمين، باب بميل فبقفله رجلي اليمين، يبقى رجلي اليمين عندي الاول عشان اديله المساحه انه يطلع بره، اقفله على الزاويه دي يجري على بره. طبعا الحاجات الصغيره دي مش اي حد يفهمها. فالمدافع اولا نمره الخطا اللي عمله، ان هو كان عايز يا كابتن يروح ينقض على الكوره، وبعدين فقد توازنه لان من سرعه كمان اتفاجئ ان وليد ازارو والكوره اتعمل ثرو باس في ظهره. فانت لو حصلت، هو ايه اللي حصل له؟ هو عايز يلف بسرعه عشان يلحق الكوره، بس خلاص فقد توازنه ومع سرعه وليد ازارو خلصت. ودي حاجه من الحاجات اللي كمان لازم ندي اجايه يعني برضو حقه، لان الراجل رؤيته حلوه جدا وسريع الحركه وسريع الذهن، ان هو شاف ازارو في موقف زي ده لعيب عالي قوي على طول. فصراحه دي حاجه من الحاجات برضو اللي كنت لسه عايز اسال فيها كابتن فوزي. واجايه شفناه هو واحمد حمدي يا كابتن بيغيروا مركز 10، يعني احمد حمدي يروح على الطرف واجايه يخش، ونفس الشيء مع ميدو جابر. عايز اسال حضرتك على كيف رايت هذا التغير في المراكز. هو كابتن حسام طبعا متفق معاه مع الكلام ده، يعني قطعا متفق معاه، او عمله في 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 الخطط اللي هو بيتفق معاه، ان التحركات عشان يهرب من الرقابه، عشان يبتدي يفتح يخلخل الديفنس بتاع وادي دجله. وادي دجله نزل الماتش ده، يعني انا كنت متوقع فعلا انه هيلعبوا ديفنس جامد في الاول، بس الاول هم حاولوا يهجموا على النادي الاهلي، كان النادي الاهلي فعلا رد فعله انه هاجم وخلص. يعني هي دي مهمه جدا، فانك انت لما يجي احمد حمدي يتحرك واجايه بيتحرك وبيغير اللعب، ده اجمل حاجه للمدرب، انه اللعيبه بتاعته تتحرك. نعم. لما تشوف اللعيب بيتحرك بس ايه محافظ على الكيان، يعني مثلا لو احمد حمدي
اتحرك ناحيه اليمين او الشمال هتلاقي ميدو جابر يدخل او السوليه او هشام محمد، كان في تحرك لحد على ناحيه اليمين وكان في هجمه يعني فرصه حتى يمكن ازاره الى حد ما الى حد ما يعني كان متضايق شويه ان الكره ما جاتلوش واحمد حمدي فضل ان هو يسدد. يعني شفت النرفزه بتاعت ازاره الكره اللي اتعملت في الشوط الاولاني برضو في واحده اتعملت حلوه قوي احمد حمدي كان عايز يروح هو زمايله هيجيبوها يعني ده الشوط الثاني الشوط الاول وعمل ازاره بص عملها حلو قوي الميدو جابر بس ما وضربه جزاء بس مش عارف الحكم تغاضى عنها ليه هي بعد يعني كده يعني هنكمل في دي بس هنا لو ميدو جابر في يمينه كابتن شريف كانت جول ميدو جابر ما يستلمهاش دي بتبقى وان تاتش على طول لان في خلاص انت مدافع في ظهرك والجول طالع قافل عليك فمش مديك مساحه ان انت اصلا تبتكر في الكوره خلاص يعني لازم تبقى واخد قرار جزء من الثانيه في الحاجات دي ده اللي بيفرق بس في حاجات برضه يا كابتن يعني هو اشول احنا عارفين ميدو جابر رجليه الشمال جنب ما هي جايه له كده خلاص بطن رجله زي بطن رجله اليمين قصدي بالظبط كان سهل على نفسه هو صعب على نفسه سنه شويه ودي حاجه خلي بالك برضه دي مع استمراريه اللعب يا كابتن والثقه وكثره الاهداف اللي هو ممكن يحرزها بتفرق معاه بتدي له السنس بتاع المكان يقدر ان هو يسجل من اقل الفرص. كابتن شريف وجود سعد وجود ايمن اشرف محمد هاني واحد من اللعيبه الصراحه اللي يعني كل فتره بيدينا حاجات يعني شفنا يعني وابل من العرضيات من محمد هاني ومن ثباته ومن حركه وبيحاول يخترق وبرضه هاني من اللعيبه الحريفه اللي بتجيد انها تخلق نفسها مساحه. هاني يا محمد انا لما كنت موجود في النادي الاهلي كان لسه طالع معانا ناشئين وكان برضه مع كابتن حسام البدري يعني قلنا محمد ده هيبقى مستقبل النادي الاهلي ده الباك اليمين بتاع النادي الاهلي ومنتخب مصر انا هاني موهوب من هو صغير فما شاء الله بدا يلعب خد خبرات خد ثقه في نفسه امكانياته عاليه جدا هاني من تقريبا في مصر من احسن الناس اللي بترفع كروس من ناحيه اليمين ومن الحركه ومن الثبات فهو عنده امكانيات عاليه جدا فاتمنى ان شاء الله ان هاني ياخد فرص اكبر عشان منتخب مصر يعني هاني ده موهوب وكان جاي له سمعنا من فتره ان كان جاي له حاجه من دورتموند في الدوري الالماني لعيب زي هاني دوت محتاجين قوي ان هو يلعب لان هو لعيب قوي جدا مهاريا وفنيا ولعب سيرد باك برضه يا شريف يعني حسام كلفه فتره لعب سيرد باك كان ما عندكش فلعبه سيرد باك برضه اجاد يعني برضه عنده امكانيات الدفاعيه هايله لعيب تكتيكيا عالي يا كابتن هيقدر دايما المدرب بيحب نوعيه اللعيبه دي اللي بتبقى تكتيكيا يعني اللي انا بنزلك تقدر تنفذ لي اللي انا محتاجه مش هجيب لعيب عنده الجمهور ممكن يشوفه يا كابتن ان هو لعيب حريف وبتاع طب تكتيكيا انت فين؟ في لعيبه عندنا احنا في لغه اللعيبه بنقول لعيب عشوائي ده المدرب ما يحبوش لانه ما بينفذش كلام المدرب هو بيلعب لعبه هو بالظبط وده ما بيبقاش موجود في الاهلي يعني لا 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 ما ينفعش ان الاهلي سيستم ولو موجود ما بيطولش يعني بتلاقيش موجود يعني طب كابتن فوزي برضو عايز اسال حضرتك كيف رايت علي لطفي يعني برضو جاله بعض من الكور كان ثابت وكان حاسين ان هو بيحاول رايك في اداء يعني علي لطفي بص يا كابتن محمد انت راجل لعيب كوره وشريف لعيب كوره وفاهمين كل ما تلعب في الملعب كل ما تحط رجلك في الملعب اكتر الثقه بتاخدها البوزيشن بتاعك كنت واقف جوه الجون تحت التلات عرضات انت بتشوف الجون احنا لما بنيجي نلعب الجون كبير قوي لما انا اروح مثلا كان هقف جون الاقي الجون يا لهوي ده ايه ده يعني ازاي بيقفل على الزوايا بتاعته وبيترمي والحاجات دي فصعبه جدا فهو عشان ياخد بيلعب في النادي الاهلي مش بيلعب في اي نادي الكره اللي متشاط عليه محسوبه الكره الاوفر اللي بيطلع عليها محسوبه البوكس اللي بيعمله محسوبه اللعيبه يعني كل الجماهير بتقعد تتفرج عشان كده شفنا الشناوي محمد الشناوي ما شاء الله زاد ليه بيلعب استمراريه لكن لو بيلعب ماتش واستنى ماتشين ثلاثه وبعدين ياخد فهو بقول لك كابتن حسام هو دلوقتي بيحط ايده على العناصر اللي هو محتاجها في الماتشات في افريقيا لو احتاج علي لطفي هيبقى موجود ده محتاج شريف اكرامي هيبقى موجود يعني واخد بالك طبعا احمد الشناوي شغال والكابتن حسام انا سمعته بيتكلم ما بيحبش حكايه اللي هو البدل الجوان بالدور لا هو مفيش حد في العالم لا اللي هو اللي هو خلاص انتهى مفيش مدرب بس انت عارف ليه يعمل تدوير في حارس المرمى اللي لازم في بطوله ثانيه عشان تحكم على جون حارس المرمى ان جون ده يقف في النادي الاهلي ويقف في منتخب مصر بياخد لازم ياخد كتير فلما بعذره علي لطفي انه بيقعد ولما بتيجي تحتاجه بتلاقيه فبيحاول على قد ما يقدر وطبعا كل ما بياخد الثقه وكل ما يكون
اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا الجوله 32 ونروح لقاء من اللقاءات الممتعه الصراحه، واحده من اجمل الريمونتادات، يعني من الماتشات اللي فيها عوده مره اخرى فريق الاسيوطي وبتروجيت، وفوز بثلاث اهداف مقابل هدفين. فريق الاسيوطي وصل للمركز الثامن برصيد 41 نقطه، فريق لسه صاعد الدوري الممتاز واول موسم ليه، صراحه حاجه جميله جدا ومميزه للكابتن علي المهر. كابتن شريف، يعني فريق بتروجيت في بدايه اللقاء بهدفين مقابل لا شيء، والناس كلها قالت ده بتروجيت ممكن يجيب الثالث وخلاص الفرقه ابتدت تركب المباراه، ولكن فاجئنا الصراحه كابتن علي ماهر بعوده للتاريخ صراحه. ده حقيقي، يمكن كان ماتش احنا مش متعودين على الدوري بتاعنا ان احنا في الماتشات القويه دي بالذات في الرجوع في الوقت المتاخر، طبعا احرزه حماده طلبه. يمكن تقدم في الاول عندنا محمد سالم في احرز لبتروجيت، وبعديها احرز عمر نجدي الهدفين الاولين بتوع بتروجيت. بتروجيت السنه دي كان بدا باهتزاز في بدايه السيزون، وبعد كده بدا يرجع للمباريات مع قدوم كابتن طارق يحيى. الصراحه طارق يحيى نشيد بيه خبراته كبيره في الدوري المصري، هو دلوقتي مركز ال 12 38 نقطه وضامن البقاء. بص شوف الهدف ده برده التمركز اللي انت بتقول عليه بتاع السرد باكات، التمركز كله، بص اللعيبه كلها طالعة على الملعب من العجوز، التمركز بتاعي عامل ازاي، النجدي والعجوز تاني، احمد سعيد اوكا طبعا عمل تاكلينج مع اللعيب. بص التمركز مفيش حد في خط الظهر. طب انا برده نفس السؤال، احمد سعيد اوكا ليه بيضغط على اللاعب الارتكاز بتاع فريق الاسيوطي وسايب الروس؟ لا هي خلينا بس لو جات الكره من الاول بتاعت احمد سعيد اوكا، وممكن الكره كانت مشتركه بينه وبين حد فطولت فهو راح يكمل. انا بتكلم على بقى المدافعين التانيين زي الكره اللي حصلت برده، يعني مفيش ترحيل من اللي وراه، مفيش، لازم يبقى في سبورت من بقيه خط الظهر، لازم يبقى قافل. انا دلوقتي بص انا بلعب اربع مدافعين في خط الظهر، عندي باك يمين، اتنين ستوبرين في القلب، واحد باك شمال. لما الستوبر اللي في القلب ده يطلع يقابل الثلاثه الباقيين بيعملوا سبورت في ظهره، خلاص يبقى في 5 متر 4 متر تحتيه، بنزل تحت اللعيب اللي بيروح يقابل عشان ابقى عامل ستاره ثانيه للفرقه بتاعتي. بص زي ما قلت لك بالظبط، هو طلع مع الفيرود عشان يقابله، اتعملت فهو راح كمل خلاص. عمل تاكلينج فاتعملت في ظهر المدافعين، ويا هو جون يا عمر نجدي جون. يعني ده يا هدف يا ده هدف، هي كده كده خلاص اتضرب الدفاع خلاص، مفيش الحاجات دي، ما خلاص انت كمان الملعب ده صغير، ما فيش مساحه كمان، يمكن تحس الملعب صغير شويه. يعني بتروجيت خلينا نقول ان هو يعني كان بادئ بدايه قويه في بدايه المباراه. طبعا خلينا بقى نشيد نتكلم مع كابتن علي ماهر. كابتن علي ماهر الهدف الثاني نفس القصه برضه، ضرب الاوفسايد نفس الموضوع بالظبط، واحرزوا الهدف الثاني عمر النجدي. خلينا نتكلم مع كابتن علي ماهر، مدرب واعد، انا اشتغلت معاه في النادي الاهلي، كان مساعد مدرب ومدرب بيحب يطور من نفسه، دايما بيذاكر، دايما كنا نلاقيه بيجيب سيديهات. كابتن علي ماهر كانت اول قياده فنيه تقريبا ليه مسك نادي الترسانه، كان يبقى مدير فني، ما اسعفوش التوفيق فيها، بعد كده مسك الاسيوطي مباشره، والاسيوطي يمكن تاني سيزون كان يطلع، وكان في سيزون اخفق فيه ونزل تاني، وبعدين مسكوا. كابتن علي ماهر جاب مجموعه من اللاعبين، جاب الخبرات اللي بتكلم عليها، عم دعم خبرات كتيره قوي في الفريق، ناس عندها خبره، ناس لعبت كتيره في الدوري المصري، ده مطلوب في الدوري الممتاز. احمد سيد اوكا وحمد طلبه لعيبه من اللعيبه، عمر بسام، عمر بسام وواحد من اللعيبه المميزين جدا، كان جاله كلام من بره، جاب يعني اهداف كتيره في وامكانيات ساعدته، لعيب كويس. وبعدين عمر بسام يعني من اللعيبه الكويسه قوي وسترايكر. طب انا ازاي كابتن شريف، يعني انا خلاص خسران 2-0، ازاي اقدر ارجع للمباراه مره ثانيه الشوط الثاني؟ ما هي دي بقى قوه، يعني انا دلوقتي المدرب ايه الدوافع اللي عملها للعيبه او ادها للعيبه عشان ارجعهم تاني بالشكل ده، ابقى خسران وارجع تاني وبعدين في اخر السيزون كمان، وتعرف بيحصل نوع من انواع التراخي شويه للعيبه اخر سيزون وكده، يعني حتى عمر بسام ما احرز الهدف في بدايه الشوط الثاني راح جاب الكوره وهو يعني فعلا مشحولين ان احنا يعني هنتعادل، احنا هنكسب. يعني انت بتتكلم في الدقيقه كام؟ 74، من هو بيتعادل في الدقيقه 74، يعني بيجيب جون الاولاني ليه يعني لغايه 2-0 في الدقيقه 70، يعني 73 2-0، انت متخيل فاضل ربع ساعه والماتش يخلص وانت كسبان 2-0. هنا بقى انا الدوافع اللي انا زرعتها ايه للعيبه؟ الاصرار والعزيمه. ايه بص لعيبه مثلا الاسيوطي الشوط الثاني تلاقي باور غير طبيعي، عندهم الرغبه انه يكسب، يبقى هنا المدرب ليه دور. المدرب عنده يعني لما دخلوا غرفه ضربه جزاء احرزها شريف دابو، شريف دابو بعد كده حماده طلبه، بعد حماده طلبه احرز طبعا هدف جميل جدا. على فكره الهدف ده كان شريف كان في ضربه جزاء لبتروجيت بس ما اتحسبتش،
ما هو بقى يعني كنت متابع الماتش، بس الماتش كان حلو. في شوطه اتشاطت من بتروجيت مش عارف مين شاطها، الماتش ده بصراحه من اقوى، وجابوها في الاعاده. هو اقوى ماتش في الاسبوع، طلع ايده وجت في ايده، وحتى اللعيبه جريت عليه، بس بعديها حسب بيلين. بس هي كان فيها برده كلام خلاص، يعني الكره اللي هي جت وكانت صعبه قوي، يا ريت لو جابوها حتى فيها كان فيها شك، فيمكن الحكم دي بتاعت الحكم بقى. ما هي ماشي، بص ده بتاع طلبه دي، بص بص طلبه حطها حلو، بص طلبه اصلا فين؟ نعم يعني هنا تمركز حماده طلبه هنا بيعمل ايه؟ 92 يعني هنا انت بتتكلم في اخر كوره، هو طبعا طبعا عارف ان دي اخر كوره في الماتش، فايه فانطلق وكان الكوره كونتر اتاك. بس حطها كده ازاي؟ حماده طلبه فاجئنا الصراحه بالفينش ده. هو يعني الراجل برضو ربنا بيكافئه على حماده، خبرات يا كابتن، مجتهد جدا، وحماده لعيب مجتهد ولعيب صبور، و لكن هو من اللعيبه اللي اتظلمت انه مشي من نادي الزمالك، لان هو مشي معاهم بشكل كويس جدا، وراح يلعب اشتغل في الدوري المصري شويه جد، والمنتخب الشريف يعني في المنتخب طبعا عشان خاطر طبعا كرموه معاهم بصراحه. لا ده في كوره بتاعت نيجيريا دخلتنا، دخل هو الجول وهو طلع طلع الكوره وهي طلعت بص وهنا يعني برضو بص جاي من ورا السرعه بس عمر بسام طبعا، وبعد كده الصعب بقى ايه بالخارجي يعني شغل جامد جدا. علي فرج ما قدرش يعملها، حارس المرمى سهل عليه، يمكن علي فرج سهل عليه شويه بطلوع ده يعني. طب كابتن فوزي عمر بسام برضو يعني هو اللي هو اللي كان بادل مرتد الصراحه، وخد الصراحه سبرنت كبير. الفريق بتروجيت كابتن فوزي من الفرق اللي عندها سرعات، يمكن كابتن طارق يحيى والاهلي هيلعب بتروجيت، فانا بسال حضرتك هذا السؤال، السرعات اللي موجوده محمد سالم وعدو وكمان عمر نجدي وشميلز بيكلي كلهم في الامام، حتى اتشيمونج واحد من العناصر اللي ما لعبش هذا اللقاء، ولكن كابتن طارق يحيى مركز على السرعات، هل شفت ان السرعات صنعت الفارق فعلا مع فريق بتروجيت؟ طبعا مطلوبه، زي ما احنا بنتكلم على ازارو مطلوبه، ان اللي عندك سرعات ده بتفيد اللعيب، بس بتختلف من فرقه لفرقه بقى يا كابتن محمد. يعني انت لما اجي بلعب النادي الاهلي غير ما بلعب الاسيوطي، يعني تختلف جدا في مستوى اللعيبه، في سرعات اللعيبه اللي موجوده، في تمركزات اللعيبه اللي احنا بنقولها. يعني انا بشوف، انا لسه بقول للشريف كلها غلطات التمركز بتاع الديفنس، ما حدش ماسك نص الملعب، سايب اللعيبه بتهجم، واخد بالك ما حدش ماسكهم. يعني بص الراجل رايح فين، بص وراح يعني عمر وعلاء علي ومحمد سالم، الثلاثه سرعه جدا، هم سرعة، بس هل في النادي الاهلي هيبقى سرعة كده برضو؟ ما دي برضو دي هتبين بقى اللعيب مستوى اللعيب. يعني انت لما تيجي تحكم على اللعيبه دي، تعالى قصاد النادي الاهلي وقول لي اعمل لي بقى الجري ده واعمل لي السرعات دي. هم عندهم سرعات جميله جدا، بس لعيبه النادي الاهلي عندهم تمركزات صح، تمركز بيعرف يقف صح، بيقف ازاي، يغطي ازاي، السوليه موجود او حسام عاشور موجود او هشام محمد موجود، واقفين صح، بيعرف يغطي زميله الباك اليمين لو اتقدم او الشمال اتقدم، بروح اغطي حسام عاشور تلاقيه راح بيغطي، هو الاول واحد بيغطي. لا يعني دي الحاجات الاساسيات. بص الراجل ضرب الدنيا ورايح ومرقص الجول، وحاططها هو جميل. لا ما بتكلمش على اللعيب، مدافع معاه واخد في ظهره. يعني انت لو الكره رجعت تاني من الاول، هو راح عمر النجدي عمل ايه؟ خد المدافع معاه كانه رايح يعمل الوانتو او ياخد الكره ورجع قطع في ظهره، ما هي ورجعت عمل الثرو باص. هنا بقى المدافع الثاني فين يا كابتن؟ ما هي بقى دي هم المفروض يروح جاي عامل كفر وراه على طول. ما هو بقول لك يا شريف، ليه احنا بنقول ايه؟ ما بنقارنش الاسيوطي زي الاهلي. لا طبعا تمركزات اللعيبه ومستوى اللعيبه بتفرق، بتختلف الفكر والخبره والحاجات دي والوقفه. يعني بص الراجل رايح حاطط الكره بيحطها جون، والجون واقف في الجون ومفيش حد معاه، والدفاع كله بيتفرج. يعني حتى الجون ما طلعش ياخد الكوره، يعني واخد بالك عليه فرج ما طلعش ياخد الكوره، في تراخي شويه من يعني في حاجات المنطقة. في حاجات كده تلاقيها في الكوره في الماتشات دي بتبان، يعني بتظهر اللعيبه بيعملها وبيعدي ورقص. كل الضربات الثابته سواء بقى كورنر او من الناحيه دي بتبقى عامله زي ضربات الجزاء بالنسبه لنا دايما خطر. ما هو عشان فين احنا لسه هنتكلم في اللقاء، كل الكورنرات اهداف. ما هي ليه التمركزات اللي احنا بنقول عليها يا محمد دلوقتي؟ شريف واقف ماسك الراجل بتاعه ما بيخلوش يلمس كوره، ولا سايبه يلعبها براحته ويحطها في الجون، او يلعبها لورا كده يحطها في الجون. ما هي بتختلف كده، ان انا بسيب اللعيبه. يعني لما شفنا ماتش البرتغال في ماتش المنتخب، في كورتين نفس الكوره رونالدو يجيب الجونين فينا في نهائي افريقيا برضه يا كابتن، نهائي افريقيا وايه تمركز في اخر ثانيه. وبعدين احنا عندنا المفروض محمد الاستوبرات عندك في المنتخب بالذات المفروض ان هم مميزين في ضربات الراس، ده هي اوت واللي يفاجئك ان هو كل خلص كابتن شريف. احنا دلوقتي بناخد يعني في المحصاد بنجيب كل ماتشات الدوري، ولسه هنجيب ماتش النصر والرجاء، يعني هدفين او ثلاث اهداف بالكربون سواء لهنا او لهنا. ده هي الضربات الثابته بالذات في الكورنرات والفاولات اللي من الجانب جون. يعني انت فاكر يا محمد كنا مره هنا وقعدنا قلنا الفاولات كلها اجوان جميله جدا، يعني لو تشوف اللعيبه دي كلها بره ال 18 محطوطه. عندنا نضوج في اللعيبه المصريه في حته الفينش على الجون في الفاولات، وبداوا اللعيبه عندها وعي وبدات يبقى عندها تكتيك عالي قوي في الموضوع. بس على فكره شريف في ماتشات معينه
يعني فرق قريبه لبعض في المستوى فتلاقيها عاملها. طب ما بتيجي قصاد الفرق الكبيره ما تعملها لا ما تتعملش يعني بتختلف. عشان كده بقول لك ماتش بتروجيت او كان محمد هنشوف الماتش الجاي ان شاء الله هتلاقي فرق المستوى والجري اللي هم بيجروه ده او التقفيل بتاع اللعبه او اجهاد اللعيبه مع النادي الاهلي. لان النادي الاهلي بيلعب وبيتحرك فاللعيبه عايزه زي ما هو عايز يضغط لعيبه النادي الاهلي هتلاقيه ضغط عليه فيضطر يرجع يدافع يبذل مجهود جامد جدا. الماتشات دي بتبقى سهله بالنسبه لهم مفيش ضغط عصبي مفيش حد ماسك. انا برضه عايز اسال حضرتك كابتن هل وضعيه الفريقين هو اللي خلى الفريق ممتع الماتش ممتع لهذه الدرجه؟ يعني الاثنين ما عندهمش ضغط ان انا عايز اقعد في البقاء او بنافس على الهبوط. هل ده اللي ادالنا المتعه اللي احنا شفناها؟ هي متعه الماتش اللي احنا بنتفرج عليها الاجوان، لكن كمتعه فنيه ان انا اكون كسبان 2-0 وفي اخر ربع ساعه يجي فيها ثلاث اجوان لا في وقفه لازم في وقفه. انا شايف ان في تفوق في الناحيه وفي تفوق في الناحيه. انت راجل يعني انت راجل يعني هو الماتش الصراحه انا اتفرجت على الماتش ماتش جميل استمتع 90 دقيقه ده اللي انا بتكلم فيه كراجل متفرج على فكره. لكن انا اتخيل انت لو النادي الاهلي بيلعب كده وفي ربع ساعه في جيم في ثلاث اجوان هتبقى عامل ازاي؟ انت مش انت احنا بنتكلم على الماتش جوه الملعب الماتش الثاني بره الملعب. ايوه بتتكلم الناحيه الثانيه عندك في دروب طريقه يا زمالك كابتن علي ماهر وكابتن هادي خشبه وما انساش كابتن دور كابتن هادي خشبه طبعا منذ قدوم النادي الاسيوطي بقى مدير كوره راجل مشرف عام على الكوره هناك. لا هو باين باين في منظومه واللعيبه اللي بتيجي سواء تشيلوب سواء جيف يعني في روح يعني زي ما بقول لك ايه نقل روح النادي الاهلي انه عايزين يكسبوا يعني مغلوب 2-0 وفاضل ربع ساعه وجيب ثلاث اجوان يعني برضو دي حاجه برضو طبعا. يعني تحسب لهم يعني ان هم قطعا بيتكلموا مع لعيبه كتير لعيبه في ثقه عندهم بيديهم ثقه بيخليه ينزل ده اللي انا بقول لك عليه لعيبه النادي الاهلي يا محمد اشرف لعيبه النادي الاهلي اللعيبه اللي هي بتنزل يعني بتشوف ميدو جابر واسلام محارب بينزلوا وهشام محمد بينزل عايز يموت نفسه عايز يعمل كل حاجه ده حقيقي ما ينفعش تعمل كل حاجه عايز بس هو عايز يرضي نفسه وعايز يرضي مدربه وعايز يرضي الجمهور اللي بتتفرج عليه ان الراجل ده احق انه يلبس فانيلا الحمراء. فاللعيبه هنا اللعيبه هنا الضغط العصبي اللي انت بتقول عليه يا محمد اقل هنا بيلعب في النادي حضرتك تقصد اللي غلط اقل هو اللي كسب اللي غلط اقل اللي غلط اقل هو ما هي كره غلطات نعم يعني لما بنيجي نقول الدنيا مقفله ومحدش بيجيب جون بتحصل ايه غلطه باك يقلش او كره تقع من ايد الجون او باك مش واقف صح بتروح معديه يروح الثاني حاططها جون ودي حاجه من الحاجات اللي تحسب صراحه الفريق الاسيوطي ان خلى ماتشات الظهيره او العصريه بقى ليها متعه ان هم بيلعبوا في ملعبهم في هذا التوقيت وبيأدوا كمان وبيأدوا كرة. وبيبقى ماتشاتهم فيها اهداف فدي كان ليهم ماتش برده مع طنطا كان مميز كان لهم ماتشات كبيره على هذا الملعب برده يا محمد هتحكم عليه عنده الزمالك الماتش الجاي صراحه كان ماتش هيبقى قوي جدا ده حقيقي وبعديه الدور الاولاني صوت الدور الاولاني كان مميز بقول لك برده حتى الاهلي يعني برده احنا النادي الاهلي هيلاعب الاسيوطي في الكاس وفي الدوري كان الفوز على الاسيوطي لم يكن سهلا يعني انا برده هسال كابتن شريف كابتن علي ماهر هذا اللقاء لعب 4-4-2 يعني تشيلونجو وجنبه عمر بسام كنا بنشوف ان هو بياخد الحرك كتير ولكن دايما مأمن الطروف للملعب خشيه من الاهداف اللي جت فيه ده حقيقي يعني ولكن في الشوط الثاني يمكن عدل هذا الامر هل لاحظت ان التكتل اللي عمله كابتن علي ماهر في الشوط الثاني اداله الافضليه في الفوز؟ هو الكابتن علي كان بدأ المباراه بتامين دفاعي ومأمن مش تامين دفاعي بشكل كبير بس مأمن فرقته اذا كانت خط الظهر وخط الوسط بشكل كويس قوي عندك اربعه قدامهم اربعه مقفل الراجل لو طلعت الفرقه بنواحي هجوميه بتطلع كلها الفرقه مع بعض بيبقى في تنظيم في الخطوط اللي حصل ان هو في اختراق في الخطوط نتيجه حاجات مهاريه من اللعيبه الثانيه زي عمر النجدي التحرك والاسيست اللي اتعمل له ان هو يوديه انفراد حاجات كلها في ظهر المدافعين بعدم تمركز بقى خلاص خط الظهر اتضرب بشكل كبير جدا فهو ما قدموش حاجه الشوط الثاني ان هو يبدا خلاص انا هجازف انا خسران 2-0 هعمل ايه بدا يفتح الخطوط بدا يبقى في زي ما انت شفت مثلا خلينا نتكلم في الجون الثالث عمر بسام واخدها من دريبلينج من نص الملعب بتتكلم في حاجات كلها اتاك محدش بيقابله مفيش عدى من الواحد والتاني وعمل الباص اتعملت عرض بالعرض لحماده طلبه جت جون هو ده اللي بنتكلم فيه واعتقد ان ضربه الجزاء جت بنفس الشكل برضه وبنفس الشكل بنفس الطريقه بتتكلم في حاجات كلها اتاك يبقى انا عملت ايه؟ ظبط خطوطه دفاعيا بشكل كويس قوي بيلعب على اتاك مع ان هو اللي خسران يعني هو ما جازفش بالهجوم لا بالعكس يعني الماتش بقى رايح جاي واتفتح بطريقه رهيبه وبقى فيه متعه انا بتكلم في متعه فين بقى جوه الملعب وبره الملعب على الخط
انت في منافسه شرسه بره على الخط طبعا علي ماهر اكيد طبعا طبعا وده اللي ادى ده اللي بقول لك عشان كده الماتش اللي هناك مختلف ومن امتع المباريات في الاسبوع هو اللي نحصل فيه رومنتادا بالمره عايز يكسب ومرتاح نفسيا كمان يا شريف يعني طبعا يعني انا مرتاح نفسيا بلعب وبسيب لعيبتي في ابداع شويه من اللعيبه في الملعب في حريه الفروق بقى الفرديه زي ما بتقول كده شريف زي ما قال لك ضاغط ورايح بالكره ورايح محدش بيقابله دي بتفرق بقى في النادي الاهلي هتلاقي كذا واحد بيقابلك مش هتبقى سهله كده زي ما انت بتعمل في تمركز طبعا ما هي محتاجه كده يعني انك انت عندك امكانيات لعيبه الدفاع بشكل كويس تحفيز كل لعيب ملتزم بمركزه مفيش جري هوائي كده وخلاص مفيش كلام ده يعني برضو حضرتك يعني برضو حضراتكم ككابتن فوزي شايف ان الكابتن حسام البدري اكيد هيشوف هذا اللقاء وهيبان ان فيه في بتروجيت يعني بعض الاخطاء الدفاعيه اللي ممكن النادي الاهلي يستغلها خاصه ان الاهلي لعب بتروجيت في الدور الاول وفاز عليه فدي من الحاجات اللي ممكن النادي الاهلي يستغلها في اللقاء القادم امام بتروجيت. بص اصل دلوقتي الكوره ما بقتش في حاجه حد بيخبي حاجه عن حد كله بيتفرج على بعض حتى لو ما شافش الماتش ساعتها بيشوفه بعد كده وبيقعد يركز مع اللعيبه وبيفرج اللعيبه يقول له بص تعالى مركزك مثلا في نص الملعب هتلاقي فلان بيتقدم من ناحيه الشمال انت بتقفل عليه ناحيه اليمين انت بتقفل كله بيقعد يتكلم كده مع اللعيبه. كابتن طارق يحيى انه اصر على استقدام عمر نجدي على الرغم ان هو تقدم في السن ولكن يمكن حتى في ناس انتقدت هذه الصفقه ولكن الراجل بيأدي ومتالق بدل بيأدي ما هي اللعيب ايه لما يجي اللعيب لما يجي وحسام غالي عايز يعتزل هو اللي بيقرر هو شايف ان هو خلاص يعني ادى وصل للدرجه اللي هو ادى فيها يعني مش هيقدر شايف ان مش هيقدر يحيى انتقاء لعمر النجدي كان صح هو قطع من جابه وجابه محتاجه لما ما جابوش ان هو لعب معاه قبل كده عمر في المخصص كان الولد كان من اقوى اللعيبه في الدوري ساعتها كان اصغر من كده يعني انا بتكلم على السن لان الناس انتقدت السن والله السن دلوقتي السن ولا السن ده بالعكس اللعيب كل ما بيكبر بينضج كرويا وفنيا وذهنيا في الملعب المدرب بيبقى محتاج انا ليه دايما بقول لك نادي الزمالك محتاج لعيبه زي كبيره مش كبيره كبيره في السن وخبراتا ما انت كبير في السن يبقى خبراتك اكبر ده المطلوب هو ممكن لعيب. تعمل بالانس يعني ما هو جنبه سالم خلي اللعيبه كلها كبار ولا صغيرين انا دايما بيبقى فيه السن البدايات الشباب صغيرين وبعد كده اللعيبه الوسط العشرينات لغايه ال 30 بتجيب العناصر الخبرات ده النادي الاهلي بيعمله وهو ده اللي عامله دايما وشوف انا بقول لك ايه برضو على قد كده هتلاقي حسام البدري بيحافظ على القوام الاساسي في الماتش ده لازم طبعا ما ينفعش اروح حاطط يعني تعرف يعني ممكن الماتش الجاي بتروجيت طارق يحيى هيفكر حسام البدري هيبدا بمين هيلاعب مين ومش هيلاعب مين هتلاقيه برضو مستني القايمه او مستني التشكيل لما ينزله في الملعب هيعرف يبتدي يروح متكلم تاني لو ازارو هيبدا خلي بالك اعمل كذا اعمل كذا ممكن يغير في طريقه اللعب يقول لك فلان يمسكه اسرع شويه ولا حاجه ف دلوقتي كل المدربين عارفين منتخبات عارفين الفرق كلها عارفين الاسيوطي هيلعبه عارف ومين هيلعب ومين بيتحرك ومين ببتدي بتكلم مع لعيبتي واقول له خلي بالك واللعيبه بتقعد تتفرج وبركز معاهم وبعد لهم الماتش وبعد لهم لقطات خلي بالك الباك غلط في ايه الباك اليمين شفت ده جاب الجون ازاي كله بيبقى كابتن امكانيات لعيبه في الملعب هي مين اللي بينفذ انا دلوقتي لما انا بلاعب اللعيبه اصلا مش هنزل العب كمدرب مكانهم يعني دايما هي امكانيات لعيبه انا اقدر هنفذ هقدر اوقف اللعيب ده ولا لا ده اللي بيفرق النادي الاهلي انك امكانيات لعيبتك عاليه فبطلب منه اللي انا عايزه يبقى انا مرتاح نفسيا غير اللعيبه معلش الفرق الثانيه برده بتعاني يعني انا عايز اكسب عايز اكسب المدرب مش عايز يخسر طبعا فريق طنطا عايز يكسر الدنيا وعايز يقعد برضو عندنا مشكله كبيره جدا وهي ظاهره تغيير المدربين الكثير صراحه دي من الافات اللي موجوده في الدوري الممتاز نروح للقاء اخر صراحه اللقاء من اللقاءات اللي كان لقاء الامل بالنسبه لفريق الرجاء خاصه ان فريق وادي دجله كان بيلعب النادي الاهلي والكل كان يتوقع مكسب النادي الاهلي ففريق الرجاء عنده 25 نقطه بعيد 5 نقاط عن فريق وادي دجله اللي عنده 30 نقطه فمكان في حاله تحقيق الفوز على النصر كان هيبقى يقرب ويعمل ضغط على فريق وادي دجله ولكن في الاخير تفوق فريق النصر ل3 اهداف مقابل هدف في واحده من اللقاءات الصراحه اللي كانت مفاجاه بالنسبه لنا خاصه ان فريق النصر ما عندوش اي شيء يخسره والنتائج كانت متراجعه في الفتره الماضيه. هروح لكابتن شريف هل فاجئت بهذه النتيجه؟ ما اتفاجئتش لان الماتشات اللي دايما اللي بتبقى في الفرق اللي هي فيها خلاص بتهبط دايما بيبقى فيه دوافع بسيطه لان خلاص انت بتتكلم في الرجاء تقريبا بنسبه كبيره جدا نازل خلاص ورا النصر يعني ما كنتش شايف ان
في حالة تحقيقه فوزه وادي دجلة بلعب الأهلي ده ممكن يقربه أكثر ويضغط على فريق وادي دجلة ولسه فاضل 3 4 ماتشات؟ لا يعني ما انا شايف ان يعني الدوافع مش موجوده عند اللعيبه واللعيبه نفسها حاسه بده يعني وباين قوي من بدايه الدور الثاني اصلا من التراجع تام من فريق الرجاء وفريق النصر برضو خلينا نقول ان هم بعيد قوي يمكن اللي بيحاول شويه فريق طنطا يعني هو اللي بيحاول تحس ان هو الماتشات كلها حتى تحس ان هي فيها يمكن مع قدوم كابتن رمضان السيد الى حد ما الرجاء قعد فتره بيكسب ما بيخسرش ما قعد بس برضو هو بعيد ما انت كله راح منك في اول السيزون خلاص انت اللي بنقط الدوري ده كله عباره عن بجمع بنقط عشان اقدر اقعد في الدوري عشان احسن مركزي في الدوري انت دلوقتي فقدت الحاجات اللي انت عايز تجمعها لان ده كان مش ماتشات كاس كان في دوري عباره عن بلم بناط ده طبيعي في الدوري كده فانت خلاص فقدت فمفيش امل انا شايف ان الماتشات دي بتبقى فرقه تكسب الثانيه ودايما كنت تلاقي في السنين اللي فاتت اخر فرق في الدوري دايما تتعادلوا مع بعض نعم دايما هم اللي يعني بتبقى فرقه محتاجه بونت او اتنين بونت ولا ثلاثه بونت هم اللي بيخسروا بعض في الاخر لان يعني دايما بتبقى الماتشات دي جدال يعني هم خسروا طبعا 3-1 جابلة احرز الاهداف خالد رضا وعمار حمدي ومحمود صقر وطبعا احرز للرجاء بلال جمال ويعني كابتن فوزي الرجاء ابتدى هذا اللقاء متقدما يعني جاب جول والكل قال ان الرجاء ممكن يحرز الثاني والثالث ويبتدي بقى ايه يبص للقاءات الاخرى ولكن فوجئنا بالنصر هو اللي بيقلب الموازين بص احنا اتكلمنا قلنا محمد قلنا الماتشات اللي هي تحت دي لما تكسب اللي تحتيك تديك 6 بونت يعني الرجاء احنا رمضان السيد عامل شغل حلو قوي معاه وشفنا الرجاء كان تحت خالص وبدا دلوقتي يقرب انت قلت 25 بونت لو كسب كان الماتش اللي فات كسب النصر والنصر مش هبط خلاص مش محتاج الماتش كان هيبقى 28 بونت هتلاقي الرجاء طنطا الماتش جاي عندهم المصري بورسعيدي ماتش جامد المصري مش عايز يتنازل عن مش هيتنازل عن حاجه برضو وادي دجله عنده الانتاج الحربي فكان هيبقى قريب قوي وحتى لغايه دلوقتي يعني لسه برضو لان الفرقه اللي هي الثلاثه بيخسروا نعم يعني طنطا ووادي دجله الاثنين بيخسروا يعني مش في واحد مثلا يمكن وادي دجله كسب ماتش وطلع شويه طنطا بيخسر عمال يخسر يعني انا اتفرجت على ماتش طنطا مع الداخليه يعني زي ما قلت لك ما حسيتش ان بتوع طنطا عايزين يقعدوا بامانه احنا هننتقل لفريق طنطا والداخليه ولكن احنا دلوقتي بنتكلم على الرجاء والنصر ما انا بتكلم على الرجاء والنصر الفرصه ان كابتن رمضان السيد كان نفسه طبعا يكسب النصر بدليل انه جاب الجون في الدقيقه 27 الدقيقه 28 النصر تعادل وبعد كده كابتن يعني فجأة حسينا ان النصر هو المسيطر يعني مسيطر جدا يعني حسينا ان النصر هو اللي بينافس على البقاء يعني مش هو اللي هبط رسميا بص هي بتبقى الكره كده يعني انا نازل ولعبتي مركزه قوي وعامله حساب الماتش ده لما انت مش عاملين حسابه على اساس انا هكسب الماتش ده وجبت جون فالماتش بالنسبه لهم بقى سهل يعني ممكن يكون ثقه زايده من لعيبه الرجاء بعد ما جبت جون وانا بلعب النصر ونازلين الماتش واللعيبه نازله بتبقى بتقول لك انا النصر خلاص هبط فمش محتاج هينزل يلعب نجيب فيه جون نجيب الثاني خلص الماتش نعم انت جبت جون اتقلبت الدنيا وهذا اللقاء طبعا ظاهره الضربات الثابته ادي الضربه الركنيه يعني الاغلب برضه هتلاقي بص زي بعض يعني 3 اهداف زي بعض يعني بص الجون الاولاني بص الراجل جاي منين طبعا حارس المرمى ما قدرش الكوره كويس والباك ما قفلش كويس ما طلعش الكوره كان يسهلها يعني كرة عاليه جدا اصلا المفروض يعني دي كابتن رمضان بعد الهدف طبعا اسجدد الشكر دقيقه واحده بعد الحاجات دي تجيب يعني ما دي قصدي يا محمد انت جبت جون والنصر مش محتاج وخلاص هبط مش محتاج هو بيلعب الماتش ده كده ماتش تاديه واجب فتفاجئ انك انت جبت جون جميل جدا نعمه والحمد لله اكمل بقى اكمل ويبقى في تركيز جامد جدا عشان اجيب الجون الثاني وجون ما يعني ما هو صعب جدا يعني حسيت ان الدنيا ما مش ما هياش يعني الكره عاليه وبالونه وفيها سهوله يعني المدافعين يا كابتن فوزي هم المدافعين برضو مش يعني المهم ان برضو يعني النصر تعادل من ضربه ركنيه نفس الكلام يعني وتقدم ضربه ركنيه يعني في مشكله في اللعيب المصري اعتقد مع الضربات الثابته يعني في مشكله من ناحيه الدفاعيه هي عدم التركيز يعني اتفرج عليها بقى الناشئين بقى ودي ادي الضربه الركنيه وكابتن رمضان يمكن شكله كان حاسس هو يعني القومة دي مع الكورنر كان حاسس عايز اشوف شكله بعد الجون كده يعني بص لا طبعا الحارس هنا يعني الحارس غلط غلطه كبيره جدا وداخله ازاي والباك اللي واقع على الارض بيلعبها بدماغه لو سابها كان طلعوها يعني حاجات غلطات كلها ديفنس المشكله كابتن ان دي فرقه مش عايزه تهبط يعني برضه في حاجات غريبه
احنا للاسف بنحاول بنبرز طبعا الحاجات الايجابيه وجبنا لكم ماتش الاسيوطي والبتروجيت واتكلمنا على الكره الجميله واتكلمنا اللعيبه وقاعد بيلعبها بدماغه وحطها في الجول. هي عايزه تخش هي هم لا هو الرجاء عايز يستقبل هدف يعني ده احساسي الشخصي بس في حاجه بس ليه يا محمد غلطات غلطه الجون وغلطه الناس وبص الكره بتنزل واحد رايح ما حدش واقف معاه حتى خالص والباك بيحطها في نفسه يعني اللعبه بدماغه دي بتبقى بتوع النصر برضه يعني بتبقى بتوع النصر فرحانين طبعا يعني هو لازم يعني والهدف ده كان خالد رضا واحد من اللعيبه طبعا ده بعديها بدقيقه على طول بعد كده عمار حمدي بعديها بدقيقتين بيجيب الهدف الثاني ونفس الشكل ونفس اللعبه وفي الدقيقه 94 الهدف الثالث وادي 1-1 ونفس الكورنر حتى من نفس المكان نفس المكان انت شفت الكابتن رمضان شفت الكاميرا ما جت على طول برضو ادي الغلطه للحارس وبعدين ترجع تاني وبعدين ترجع تالت وترجع رابع طب كلها يعني شفت الاثنين اصلا اللي واقفين على خط المرمى الاثنين المدافعين طب بيعملوا ايه على خط المرمى يعني يعني برضو المفروض يطلع يعني يروح يقابل يبقى معايا المان بتاعي بس هي الجون كل واحد الجون الصراحه يعني الجون يعني هو طبعا الجون يعني غصب عنه طبعا مش مقصد يعني لكن طب خلينا برضو ناخد الموضوع القرانر واحده واحده طبعا كابتن سيد عيد اكيد مبسوط اكيد فرحان انه بي بي بيتقدم على برضو هو كان متاخر وبيرجع مره ثانيه يا ريت بس نقف هنا يا جماعه من اول الكورنر بعد اذنكم لان الموضوع الصراحه متكرر وحاجه غريبه جدا يعني احنا مش فاهمين الضربات الثابته في الكره المصريه اللي فيها يعني بس فيها مشكله بص على الجون طالع ازاي لا طالع بايد واحده هو حارس المرمى يتحمل يعني جزء من الحاجه دي من اول الكورنر صح لا من اول الكورنر معلش انا ركزت معاك يا كابتن فوزي الحارس المرمى ده بتاعت ولد صغير طلع يعني انت طالع ولا عارف انت طالع هتمسك الكره هتعملها بوكس وان هاند انت طالع تمسكها بايد واحده يعني بص يا شيخ المنظر ايه ده يعني ما طب كابتن شريف الطبيعي ان اللعيب اللي واقف ده يقف لوحده اللي في ده بيمسك العارضه الاولى لا اللعيب بتاع اللي جات له الكوره يقف لوحده كده بتاع النصر ما بتاع النصر دلوقتي يعني لا طبعا يعني بص الراجل لوحده خالص انا كل لعيبه دلوقتي انا هلعب الكورنر كل اللعيبه اللي عندهم الكورنر كل لعيب بيبقى ماسك مان في بيبقى في ثلاثه على سن الست يارده خلاص تمركز مفتوح وبعد كده كل واحد مان يا ريت كابتن فوزي يخش معانا طب وانا لسه جاي فيها جون من كورنر من نفس المكان قبلها بدقيقتين غلطه الجون برضه وغلطه الجون يعني ما فيش اي زعقه حتى في الملعب نفس في ايه فوق يعني اي حاجه قطع رمضان الست هيتجنن يا جماعه ازاي يعني ازاي نفس الغلطه برضه والجون بتروح منه ما دي اللي احنا بنقول عليها ازاي يا محمد تجيب انت واقف كويس وكسبان وتفاجئ ان في غلطات في الديفنس وبعدين هو كابتن رمضان وقفته مع كل كورنر حاسس هو حاسس ان في حاجه يعني برضه هو اضرب بفرقته كابتن رمضان مدرب من المدربين المحترمين جدا صراحه وادى الصراحه مع فريق الرجاء يعني شيء يعني الرجاء عشان يصل الى النقطه 25 بعد توالي الادارات الفنيه سواء كابتن خالد القماش كابتن عماد النحاس وعملوا ماتشات حلوه وعملوا ماتشات كويسه ولكن ما كانوش موفقين ولكن قدر ان هو يقعد فتره حوالي 6-7 ماتشات لم يخسر كان فريق الرجاء فوجوده وادي الهدف الثالث الهدف الثالث يعني كان خلاص فرقه الرجاء الصراحه كانت بلغه الكره كده رمت الفوطه وخلاص دي 94 وما كناش حتى حاسين بعد الهدف الثاني للنصر لم نحس ان الرجاء يريد العوده مره اخرى والتعادل ورغم ان انت عندك بقى ايه يعني الاسيوطي قلب الدنيا وكان متاخر كان مهزوم 2 ورجع ما انا بقول لك هي المعادله يا شريف في تحت غريبه جدا كله بيخسر يعني كله بيساعد بعض انت عارف يعني مش مثلا يعني حتى لما بيلعبوا بعض هما الاثنين بيتعادلوا يعني انت دلوقتي تكسب النصر تطلع طنطا مش عارف ايه يكسب يطلع وادي دجله يكسب يطلع صعب كلهم بيخسروا فدلوقتي واقفه على اخر شكلها كده على اخر ماتش هيبان بقى وادي حتى النصر نفس الشيء والله انا شايف الماتش بدون دوافع ولاعيبه سلبيه في ادائها انت من قبل اللقاء مش حاسس ان الرجاء حتى كان عنده دوافع كابتن شريف على فكره بس والله يا شريف لا هي طبعا امكانيات لعيبه بس هي امكانيات معلش انت عندك دافع اللعيبه الخبرات اللي موجوده اصلا يعني كل لا ما هي الخبرات الله يكون في عون رمضان السيد برضه يعني انت عارف بيعمل ايه من الفسيخ شربات يعني زي ما بيقول لك فعلا طبعا امكانيات اللعيبه اللي عنده يعني هي دي امكانيات اللي عندي بقدر اللعيبه كابتن اشتغل بيها والمنظومه كلها بتفرق طبعا كتير يعني طب احنا معنا على الهاتف الكابتن رمضان بقول لحضرتك هارد لك
ويعني كان باين الصراحه المجهود اللي حضرتك عملته، وقعدت فتره كبيره لم تهزم مع فريق الرجاء، ولكن في الاخير يعني اخطاء الدفاعيه هي اللي كلفت حضرتك الثلاث نقاط بتاعت امام النصر. اولا تحياتي ليك يا محمد، وتحياتي طبعا للشريف القطير، وتحياتي للكابتن مصطفى. تحياتي ليك يا رمضان، ارد لك معلش كابتن، ربنا يخليك. ربنا قلبي معاك والله، يا ربنا يكرمك ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبي كابتن. طبعا يعني احنا يمكن اخر مباراتين يا محمد، الحقيقه احنا انا في رايي ان احنا تعرضنا لظلم كبير جدا، ان احنا بعد مباراه طلائع الجيش وبعد وصولنا الفورمه الحقيقه بكل النواحي، النواحي البدنيه والنواحي الفنيه وكل حاجة، فرق معانا بشكل كبير جدا ان احنا قعدنا 25 يوم ما بنلعبش مباريات. يعني حضرتك تأثرت بتوقف الدوري. ما فيش ولا فرقة قعدت 25 يوم غير احنا. نعم. في لعبة بعد 10 أيام، وفي لعبة بعد 12 يوم، لكن احنا الفرقة الوحيدة اللي لعبت بعد 25 يوم لغاية ما يعملوا المؤجلات كلها. وفي فرق يا كابتن يعني كانت ماشية وحش وممكن تكون عدلت أمورها في التوقف. يعني كان الكيرف او الريتم مش ماشي معاهم. بالظبط ده اللي حضرتك تقصده طول. بالظبط، لكن احنا يمكن اللي تابع طبعا مباراتين المقاصه والنصر، اعتقد ان احنا رغم احنا عندنا حارس مرمى متميز جدا في المباراه الاخيره اللي هو زنفولي. للاسف الشديد كان عنده ثلاث اخطاء في المباراه. يا كابتن انا برضو عايز اسال حضرتك، يعني حضرتك حتى كان باين اول ما جه اول كورنر حضرتك وقفت. بالظبط. هل كنت حاسس ان في مشكله هتحصل؟ هو للاسف الشديد اللعيب المصري اول ما يفقد التركيز ومدخل نفسه في العروض وكده، وانا يمكن اتكلمت معاه قلت له يا زنفولي انت عامل مباراه على مستوى عالي جدا جدا جدا، ودي فنش عشان دي اللي هتخليك تروح لحته كويسه. هو يمكن فقد تركيزه في المباراه دي الحقيقه، لكن هو عامل معانا موسم ولا اروع على الحقيقه. حارس مرمى مميز جدا، لكن طبعا زي ما قلت لك عدم التركيز فرق معاه بشكل في المباراه، لكن احنا بنقول ان طب حضرتك ما كلمتش معاهم يعني بعد الهدف الاولاني يا كابتن رمضان، يعني الهدف الثاني كربونه حتى من نفس الركنيه. بالظبط، يعني احنا يمكن قمنا واتكلمنا، لكن انا قلت لك في حاجات يمكن ما بتقدرش تعالجها بالعلاج الفوري، يعني زي مثلا عدم التركيز. عدم التركيز مشكله كبيره جدا، كبيره جدا. يمكن دي اللي فرق معانا في المباراتين، لكن احنا بنقول احنا عندنا امل دلوقتي. بقى صعب جدا جدا، بقى مثلا يروح ل 5%، هنلعب عليهم ان احنا نكسب مباراتين ان شاء الله باذن الله، رغم صعوبتهم، رغم انت بتلعب الاسماعيلي وانت بتلعب تحت السكندري، ومثلا الدجله بيخسر وتعادل، مش هقول لك يخسر مباراتين، لو خسر وتعادل احنا المواجهات اللي بيننا وبين وادي دجله في صالحنا، هو ده الامل الوحيد اللي عندنا. طب انت حضرتك يا كابتن كنت متوقع ان دجله من المتوقع يعني ان هو ممكن يخسر امام النادي الاهلي بنسبه كبيره؟ طبعا. واللعيبه ما كانتش في دماغها هذا الامر، ان فرصه بالنسبه لهم يضيقوا الامور؟ بالعكس احنا كنا موصلين اللعيبه بتاعتنا لان فعلا مباراه النصر بالذات الثلاثه بوم دولت هم اللي هيبقوا ان شاء الله باذن الله بقاء يعني. لكن للاسف الشديد انا زي ما قلت لك فقدان التركيز ده حاجه عنصر مهم جدا جدا في كره القدم، التركيز. لكن احنا بنقول ان احنا هنلعب لغايه اخر صفاره، واخر امل الحقيقه ان احنا زي ما قلت لك ان احنا نلعب ان احنا نكسب اسماعيلي ونكسب اتحاد اسكندري، ويحصل بقى تعثر او اي حاجه، دي اللي ممكن بس الحل الوحيد اللي لينا يعني يا محمد. كابتن رمضان انت معلش الله يكون في عونك، لان الكورنر الجون الاولاني هو نفسه هو من نفس ما تلحقش طبعا، مش هتلحق ده في الدقيقه 28 والدقيقه على طول 32، يعني انت ما لحقتش حتى يعني تقعد جولين كان 3 دقايق او حاجه، انا حتى ما تلحقش يعني حتى تلحق على تقول للعيبه حاجه، يعني مش تقدر توجه اللعيبه، كانت امور صعبه جدا، وخصوصا كمان ان احنا كنا بنتكلم في يعني بتتكلم في اخطاء حارس مرمى مميز وعامل موسم رائع الحقيقه معانا، فهي دي يمكن اللي فرقت معانا، لكن احنا بنقول لكابتن فوزي ان احنا هنشتغل لغايه طب كابتن رمضان حضرتك تقدمت باستقالتك بعد المباراه؟ تقدمت باستقالتي بعد المباراه، لان كان طبعا يعني انا تعبت جدا جدا جدا، يعني حسيت ان الامور مش جايبه او الكره مش عايزه؟ يعني لا، وكمان انا حسيت ان احنا قربنا، كل الناس قالوا ان الرجاء قرب من البقاء، فلما بعدت الحقيقه انا طبعا زعلت زعل جامد جدا جدا جدا، ويمكن فعلا انا طب ايه اللي خلى حضرتك ترجع من الاستقاله؟ انا معايا رئيس مجلس اداره النادي الرجاء الحاج سعد ابو صندوق، شخصيه من الشخصيات المحترمه، شخصيه جميله، محترمه جدا جدا جدا، اللي بتقدر تتعامل معاها الحقيقه
بشكل يعني محترم جدا جدا. الراجل اتكلم معايا وقال لي يا كابتن احنا متفقين ان احنا هنشتغل لغايه اخر مباراه، فيا كابتن احنا هنكمل وكده. قلت له خلاص يا حاج سعد انا هكمل معاك المباراتين ان شاء الله وبعد كده نبدا نكمل. طب كابتن رمضان، بعد التقدم بهدف مقابل لا شيء، هل حسيت ان اللعيبه جالها احساس ثقه زياده؟ ولا احنا ما لحقناش يا محمد، احنا ما بين الهدف اللي احنا جبناه والهدف اللي دخل فينا كان دقيقه ونص. يعني يا دوبك هم سنطروا وراحت كورنر اتلعبت جت جول، احنا ما لحقناش. تعرف اقول لك حاجه، انا كنت النهارده كنت عامل اجتماع مع اللعيبه بقول لهم ده انتوا حتى ما ادتناش فرصه حتى ولو مثلا خمس دقائق او سبع دقائق ان احنا بس نرد جمهورنا. ده احنا يا دوبك الكوره هم سنطروا وراحوا عملوا هجمه جت كورنر جت فينا جول، فما كانش طبعا يعني كان الهدف الرد كان سريع جدا. وبعد الهدف التعادل الهدف الثاني الحقيقه كان يعني كربون من الهدف الاولاني وبرضك بعديها بدقيقه ونص. طيب حضرتك الماتش اللي جاي هتلعب الاسماعيلي؟ هلعب الاسماعيلي يوم الاحد ان شاء الله بالله. طيب هل هيكون في يعني بعض التغييرات في التشكيل؟ طبعا في تغييرات في التشكيل، لكن يعني مش من ضمن التغييرات الحقيقه الحارس المرمى، لان حارس المرمى زي ما انا يعني انتقدته، لكن انا في رايي ان هو من الحراس المميزين جدا اللي عملوا موسم اكثر من رائع يعني. لكن احنا عندنا بقى تغييرات في اماكن ثانيه اللي كان وسط ملعب والمهاجمين، على اساس ان احنا ربنا يكرمنا ونقدر نعمل نتيجه ان شاء الله باذن الله. طب انا هسال حضرتك سؤال برضو مهم، الاسماعيلي الان بيلعب بالشده على المركز الثاني، هل ده هيصعب من مأموريتك؟ لا طبعا، هي المباراه اساسا حتى لو الاسماعيلي ما بيلعبش على المركز الثاني وانت بتلعب نادي الاسماعيلي مباراه صعبه جدا. خصوصا في الحاله الفنيه اللي هم واصلين ليها دلوقتي. انت حضرتك هتلاعبهم في اسماعيليه ولا هتلاعبهم في هلاعبهم في برج العرب؟ في برج العرب. نعم الملعب الفرعي. النادي الاسماعيلي وصل لفورمه الحقيقه، وبعدين مع الفورمه اللي وصل لها بيعمل نتائج ايجابيه، بقى له دلوقتي خمس ست مباريات اعتقد بقى تيم ليه شكل، وتيم الحقيقه رجعوا الكره بتاعت نادي الاسماعيلي، الكره الجميله الكره القصيره السريعه اللي بيوصلوا بيها. لكن احنا ما عندناش اي امال بنلعب عليها تاني خلاص، غير انك تلعب على ماتش الاسماعيلي وتلعب على ماتش الاتحاد. كابتن رمضان السيد بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق، يعني مهمه صعبه للغايه. الله يكون في عونه. الشغل ما بين يعني طنطا وادي دجله والرجاء فرق خمس نقاط 30 26 25 في منتهى القوه. هنروح للقاء من اللقاءات ايضا المهمه، خلينا نقول لحضراتكم ان كان في لقاءات يعني كثير انتهت بالتعادل. احنا تحدثنا عن الزمالك والمقاولين للزمالك، هنتحدث الان عن لقاء طنطا والداخليه، وواحد من الماتشات اللي كان فيها امل كبير جدا لفريق نادي طنطا انه يكمل في البقاء، بقى له حوالي 12 ماتش لم يفز فريق طنطا. الصراحه قدوم كابتن عماد النحاس يعني برضو من التمس له العذر، وحتى الان برضو مش فاهمين لماذا تمت اقاله كابتن اسامه عرابي، خاصه ان هو كان اخر واحد حقق انتصارات مع فريق نادي طنطا. ابدا بيك كابتن فوزي، يعني انت حضرتك شفت اللقاء وشفت ان يعني كنا حاسين ان طنطا من الممكن انه يفعل شيء، ولكن الداخليه متسيد المباراه. هو اللي حصل انا اتفرجت على الماتش يا محمد وشفت، كنت متوقع من فريق طنطا يبقى شرس، والملعب بتاع كان بيلعبوا في اتحاد الشرطه والملعب صغير. نعم. يعني مش صغير، يعني كانس كده بدال تحس ان اللعيبه الملعب صغير، فانا كنت متوقع ان طنطا وهي متعوده على الملعب بتاعها، لان ملعبها برده حتى في طنطا ملعب صغير. نعم. فهو يعني الماتش ده انا كنت متوقع ان هو هيبقى اشرس من الداخليه. نعم. وجيت ان لعيبه طنطا بتلعب الماتش عادي جدا. بجد والله شريف حسيتهم بيلعبوا ماتش عادي، يعني الناس دي مش عايزه تقعد، مش عايزه تنافس، يعني مفيش اداء، مفيش قوه، ما فيش الروح اللي انا بقول عليها اللي بتبقى موجوده انك عايز تكسب، بدليل ان ما فيش فرص راحت. نعم. ما فيش فرص. الداخليه كان احسن منهم وبدا ينتشر وبدا يلعب وكان ممكن يجيب نتيجه عاليه كمان. كنا حاسين ان زيكا بيحاول يا كابتن، كنا حاسين ان ما هي اللي بقول لك عليها محمد، في روح ان عايز، انا عايز عشان كده ربنا بيكافئ اللي بيجتهد وبيتعب، ربنا بيكافئه. وكان بقول لك الداخليه كان ممكن تعمل نتيجه اعلى من كده كمان، على الرغم ان كمان في حالتين طرد، يعني هو اللي احرز الهدف الاول للداخليه احمد مصطفى. بعدين محمد زيكا ضربه جزاء، وبعدين احمد علاء طرد في الدقيقه 76، ثم طرد محمد اسعد في الدقيقه 82. يعني حتى
كان ممكن يعني في ربع ساعه كان ممكن يعني فريق طنطا ادي الهدف الاول لاحمد مصطفى. احمد مصطفى حلو قوي على فكره، لعيب كويس قوي. بص برده يا شريف، لعيب كويس. لا بص التمركز بص يا محمد، لما نيجي نعيد الكوره بص تمركز احمد مصطفى واقف فين ومين ماسكه. نعم يعني لو تتعاد دلوقتي تاني هنشوف، هي هتتعاد هنشوفها دلوقتي حالا. هو واقف لوحده النهارده. لا يعني بص بص لا بص الكوره راح فين، الباك راح فين، قابل بيبص على الكوره يا كابتن. خلاص مفيش. بص هنا دلوقتي بقى كله باصص على الكوره. بص الراجل واقف فين، محدش واقف معاه خالص، محدش بيقول له، وبيحطها في الزاويه البعيده جميله جدا طبعا. حطها بيساعدوه بيقول لك حط فينا جون، يعني محدش معايا محدش. وبعدين تلاقي لعيبه مفيش. بص التاثير بتاعهم اصلا في مستوى منخفض جدا. وبعدين لعيب اصلا الثاني الاستوبر المفروض يبقى قافل قوي على اللعيب. كويس احمد مصطفى ده على فكره لعيب كويس جدا وحريف كمان. وكمان اصلا يترفع بسهوله بالشكل ده برضو من الباك، لازم يقفل على الباك. لعيب توقيت الهدف يا كابتن، يعني احنا بنتكلم في بدايه الشوط الثاني. ده الشوط الثاني في الدقيقه 58 وفرقه انا برضو بلعب على هبوط، والراجل يسبقني كده على القريبه بالشكل الشكل دوت. يعني انا بقول ان كابتن عماد النحاس كان بيحاول ان هو يجاري المباراه بالشكل ده لغايه ما يحاول يخطف جون في الشوط الثاني. يعني هو كان متحفز قوي. بس ما شفتش الشريف، انا وانا متحفز انا قلت يعني متابع الماتش كله. لا ما شفتش انه في اللعيبه حتى بتوعه. هو كابتن شريف اقصد عشان ما يبادرش هو بجون فيحصل له مشكله، فهو قال لك انا ابقى مامن قوي على الاقل اطلع بالبونت. لو مش كده ربنا يكرمه. لو هو بيفكر كده ده هو ممكن اي مدرب اي مدرب يشوف يبقى نازل ماتش زي ده. لا ما انت بدليل ان هو ما وصلش كتير للمرمى الداخلي. مفيش فرص، مفيش. عشان كده انا بقول لك هو متحفظ على اساس ان هو مثلا الشوط الثاني يبدا يبقى في نوع ثاني. او مثلا شريف، هل اصابه مصطفى محمد واحد من الفراوده اللي كانوا اقوياء اثرت في فريق داخلي؟ طبعا عفوا فريق طنطا. فريق طنطا لان هو الفرق دي دايما هو بيبقى عنده عنصر او اثنين بيبقى بارزين او لعيبه مميزه بيبدا بيقدم على الفرقه بشكل كويس. فده ما عندوش حلول كتيرة المدرب. ف يعني هو لعيب مهم بيجري كتير وبيحاول، ولكن وعنده يعني لما هو ومصطفى كانوا بيلعبوا مع بعض كانوا اشرس من كده. ما طبعا عنده محمد جابر كمان لعيب كويس قوي بس مصاب، بينزل في الشوط الثاني بيحاول يعمل بس كان خلاص. يعني هو طبعا خلينا نقول الكابتن عماد النحاس عند الفرقه طبعا على ما فيش حلول كبيره قدامه. ما عندوش لعيبه برده المفروض هنا يبقى في دوافع اكبر. انا قلت لك انا عارف دماغ الكابتن عماد ان هو دايما الفرق اللي مسكها بيبقى عندها مشاكل. ده الله يكون في عونه برضه. احنا زي قلنا رمضان برضه الله يكون في عونه. هو حتى تقدم باستقالته بعد اللقاء مباشره وقال ان الكره يعني صعبه مش متوقعه. يعني خلاص ما انا بكلمك في كده ان هو كان الراجل مامن بشكل كويس قوي. يبدا الشوط الثاني ان هو يبتدي بقى يهاجم وكده، بدا دخل فيه الجون الاول والجون الثاني. ف تعرف طبعا شايف في دوافع بعد كده اللعيبه. خلي عماد برضو يزهق ان وادي دجله بيتغلب وانت بتتغلب. يعني كابتن فوزي برضو عايز اسال حضرتك سؤال. يعني طنط اعتقد 12 ماتش لم يفز. طب لماذا تمت اقاله كابتن اسامه عربي؟ على الاقل الفرقه كانت بتكسب فتره وبتتعادل، ويعني كان في نتائج افضل من كده. يعني هو يعني طبعا هل كان يعني قرار سريع؟ لا هو اسامه الله يكون في عونه. يعني انا كنت تملي بقول لاسامه الله يكون في عونك، لانك تملي تمسك الفرق مهدده بالهبوط وبتحاول تعمل شغل معاهم. نفس الشيء كابتن عماد يعني. وامكانياتهم الامكانيات بتاعتهم على قدهم. اللعيبه المستوى الموجود مع احترامي ليهم كلهم، المستوى الموجود القماشه اللي عنده مش هي دي القماشه اللي تساعدك انك تطلع كل التطلعات عندك كمدرب. فهو اسامه الله يكون في عونه لو مسك فرقه من الاول واشتغل معاها وجاب لعيبته وعنده امكانيات والحاجات دي ويتحاسب بعد كده. لكن انا دلوقتي هو غصب عنه الاداره بتيجي تقول خلاص، هو بيحسس انه زي عماد كده لما خلاص بقى انا ده وادي دجله بيخسر لي وانا بخسر. احنا عندنا بحس ان انا بايس برضه حته الادارات دي وما عندناش الثقافه ولا ما فيش التخطيط، ما فيش سيستم محطوط يا محمد لاي حاجه بعد كده. يعني انا عاوز اقول لك حاجه. ارسنال فيرجا مثلا لا انا هقول لك حاجه كابتن شريف. يعني كابتن شريف حينما تمت اقاله كابتن اسامه فريق نادي طنطا متطلع للافضل. كابتن عماد الظروف صعبه جدا، يمكن كابتن اسامه كان قاعد فتره وعارف النواقص وابتدى احنا طبعا الفرق. كابتن عماد نحاس برضو واحد من اولاد نادي الاهلي. كابتن اسامه نجم كبير ورمز من رموز نادي الاهلي، فالقصه سهله. ولكن احنا بنتكلم ان لماذا يتم التسرع في القرار على الرغم من يعني بعد ما حصل اقاله لسه كابتن عماد هيشوف اللعيبه وهياخد عليها وده اللي باين. احنا عندنا مشكله في الاداره، في الادارات عندنا في مصر بالذات عندها مشكله كبيره قوي. مدرب لسه جاي مثلا ليه ضربه الجزاء اللي حصلت ماتشات
يبقى في اخفاق فيهم، اقيل مدرب واجيب مدرب تاني. اقيل احنا عندنا فرق امثله يعني فرق كبيره غير اربع مدربين في سيزون واحد. نعم. ده كارثه ما بتحصلش تقريبا في اي حته في العالم غير عندنا. هنا عندنا في مصر يعني الثقافه هنا بقى، هنا الثقافه مفيش احترافيه في اي حاجه. انا ما مش عارف لغايه امتى يا جماعه نقول يا جماعه المدرب لازم ياخد وقته. انت بتطالع فرقه معلش ولا مديني امكانيات لعيبه ولا مديني امكانيات حتى ماديه ولا امكانيات في اي حاجه، وجاي تحاسبني، تحاسبني على ايه؟ انت فاهم انا قصدي ايه؟ احنا بره الناس بيسيبوا المدرب يشتغل سنين. انا اقول لحضرتك حاجه برضو، كابتن بيخفق ويسيبوا سنين. كابتن شريف يعني مثلا ابتدوا فريق طنطا كان معاهم مدير رياضي كابتن عبد الظاهر السقا، واسم مدير الرياضي ده جديد في كره القدم وحاجه راجل عنده خبرات. عرض عليا في بدايه السيزون على فكره ان انا اكون متواجد برضو كحاجه في الاداره وكده، بس فكانوا هم عايزين يحطوا سيستم. طب انت ليه بعد كده اما بيحصل اخفاق بقى يروح جاي يمشي ده ومشي ده؟ وخلي بالك الاداره بتاعه طنطا كانوا متحفزين جدا انه يعملوا شكل حلو السنه دي لطنطا، وجابوا فعلا استعانوا باسامي طنطا نادي جماهير، واحنا بس هو اللي انت بتقول عليه بقى يا محمد دي عندهم الضغط شويه الجماهير عندهم لان بلد صغيره والضغط بيبقى عليهم شويه. المدرب عايزين بقى نجيب حد تاني يمكن يمشي معايا تمشي معاه، فده اللي بيحصل في البلاد الصغيره دي لما يكون عندهم جماهيريه برضو. طنطا جمهورها كبير برضو، فلما بيحس ان المدرب هو ما بيبصش للعيبه، انا عايز ابص للعيبه. المدرب مش مش كل حاجه، مش المدرب هو اللي اللعيبه هو اللي بيلعب في الملعب، يا امكانيات يا فروق فرديه. فهي القماشه اللي عنده الله يكون في عونهم يعني، سواء عماد او اسامه الله يكون في عونهم بجد. لكن انا بقول يعني درس للمدربين لما تيجي تمسك فرقه امسك فرقه من بدايتها يعني. من بدري كنت لسه هسال حضرتك كابتن علي عبد العال يعني ضمن البقاء وهو ماسك من بدري محضر مجهز يعني. شفنا احمد مصطفى ده بيجهز من دلوقتي للسنه الجايه. السنه الجايه نعم ده حقيقي. ده بيتعاقد مع لعيبه من السنه الجايه. هل شايف ان ده النموذج اللي المفروض الناس تحتذي بيه؟ انا شفت كانوا كاتبين بيتعاقد مع لعيب في كفر الشيخ فيرويد اصطاده جابه بيتابعه. ما هو انت دلوقتي ربنا كرمك وقاعد مع الفرقه وفي استقرار تمام بشتغل الموسم الجاي. انت لو انت بقى يعني نصيحه للانديه اللي هي هتهبط ومعاك مدير فني زي رمضان السيد او عماد النحاس او اسامه عرابي، اديله الفرقه بتاعتك دي من 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 دلوقتي من دلوقتي اشتغل واقعد معاه وهو هيقول لك انا عايز زي ما بيعمل كابتن حسام البدري دلوقتي بطل الدوري واخد بالك وعنده احسن لعيبه بيجي يقول لك انا عايز كذا كذا كذا. هو يا كابتن مجرد ما بيحصل اخفاق في ماتش او اثنين او ثلاثه بيقيلوه على طول. ما هي المشكله ما انا بقول لك ايه النصيحه ايه يا شريف؟ ما احنا دلوقتي اصل عمري ما هكسب على طول ولا هخسر على لا ما فيش يعني فرقه هتكسب. قصدي ايه؟ انت دلوقتي بتعلم من الدروس اللي انا بخطا فيها، مش كل شويه اغير مدرب. بدل عندك مدرب وانت حاطط ثقه فيه رمضان السيد فيه ثقه استمر، لا قدر الله ما كملش الماتشات الجايه دي وهبط خليها يا محمد خليه يقعد ويوضب من دلوقتي واجي حاسبك على نص السيزون الجاي. وده المفروض ان في الى حد ما توازن او صبر الى حد ما في اتخاذ القرار مين اللي يجي وامتى يمشي وليه يمشي. دي من الحاجات المهمه جدا عشان الارتقاء بمستوى الكره المصريه. سريعا كابتن شريف واحد برضو من المدربين اللي صنع فارق مع النادي الاسماعيلي بيدرو، الفوز على مصر المقصه بهدفين مقابل هدف، دلوقتي ابتدى 63 نقطه المركز الثاني ولسه عنده لقاء عشان يوصل ل 32 نقطه زي النادي الزمالك. دي من الحاجات اللي هل ترى ان بيدرو صنع فارق مع النادي الاسماعيلي؟ ده حقيقي. يمكن بيدرو احنا قلنا انا اشتغلت معاه مع النادي الاهلي لما كان موجود مساعد مع مستر مانويل جوزيه، من المدربين اللي قلت لك كان طموحه عالي قوي وكان خلاص لان هو كان مرشح يمسك النادي الاهلي فتره من فترات خلي بالك. نعم. بعد رحيل مستر مانويل جوزيه وهو اللي رشحه انه يمسك النادي الاهلي بعديه. نعم. واعتقد هو اللي رشح النادي الاسماعيلي. هو اللي رشحه مش هو اللي رشحه، يمكن الناس تابع ليه هي اللي رشحته النادي الاسماعيلي. في قدوم بيدرو للنادي الاسماعيلي في بدايه كام مباراه لي بدا يبقى فيه اخفاق لان الراجل لسه جاي ما حطش بصمته والناس لسه ما خدتش على الوضع او السيستم بتاع او نظام لعبه عامل ازاي. الراجل بدا يبقى ليه دور، بصمته بانت في الملعب، الشكل والتكتيكي والخططي بتاعه في الملعب ظهر. الراجل ليه شخصيه ومدرب كويس جدا واللعيبه بتحبه. يعني انا بكلم لعيبه كتير قوي في النادي الاسماعيلي الناس بتحبه هناك. وشكري ما شاء الله متألق. وشكرا نجيب شكرا نجيب كالعاده يعني شكرا. انا قلت لك هو لعيب بيحب يلعب بهدوء بصراحه يعني عوض غياب كالدرون، وده الجديد مع بيدرو ان من غير كالدرون الاسماعيلي يكسب وبيكسب فرقه تقيله زي ما ده حقيقي. ما كناش متعودين في بدايه السيزون على الاسماعيلي ديجو كالدرون مجرد ما كان بيغيب كان بيحصل اخفاق تهديفي يا تعادل يا هزيمه تهديفي. فدلوقتي الوضع اتغير خالص، الاعتماد ما بقاش على لعيب انت مش موجود انا هخسر، لا النادي الاسماعيلي نادي كبير
وكريم بامبو برضو كريم بديل متألق صراحة، دايما بينزل بيعمل فروق، لان كريم ابن ابناء النادي الاهلي زي ما انت عارف، وتربى جوه النادي وعنده العزيمه والاصرار دي. يعني هو اسلام محارب بينتنفسه على افضل بديل، ده حقيقه. يمكن كريم حتى من السيزون اللي فات، لان انا لما كنت بلعب معاه كريم كان بينزل بيعمل فرق كبير قوي في الملعب، عنده سرعاته ومهاري واحد ضد واحد، ممكن يراوغ 3 4 في 5 6 متر. يعني كريم من اللعيبه المهاريه جدا. النادي الاسماعيلي عنده لعيبه، عنده امكانيات، عنده لعيبه عندها امكانيات، عندها شخصيه، يعني عندها تعمل فروق فرديه. الاسماعيلي هيحافظ على المركز الثاني؟ بشكل كبير. لا لا لا، الاسماعيلي هو الاقرب للحفاظ على المركز الثاني، وده يعتبر انجاز لمجلس الاداره والجهاز الفني اللي موجود كله طبعا. طبعا. كابتن فوزي، سريعا سريعا جدا، مصر المقاصه جددت الثقه في كابتن طلعت يوسف؟